عامل كده اهو. وبصوا يا شباب، احنا الاول هنتكلم عن احنا النهارده جايين نتكلم عن حاجه شبيهه بالباور بي اي اسمها لوكر، ال او او كي اي ار، لوكر اهي ال او او كي اي ار. لوكر كانت قبليها كان المسمى ده لسه من قريب، مثلا من حوالي سنتين ولا حاجه قبل كده، كان حاجه اسمها جوجل داتا ستوديو. اهي جوجل داتا ستوديو، مساء الخير، اسمه جوجل داتا ستوديو. جوجل داتا ستوديو دي كانت بتستخدم في ايه؟ كانت بتستخدم ان انت تقدر تعمل تحليلات مرئيه، وانت تعمل داشبورد وتشير الداشبورد مع الناس، وتعمل انتر اكتف للداشبورد، وتعمل من الاخر احصائيات، وتبقى حاجه كويسه جدا. طب ايه فكره لوكر دي؟ لوكر دي ان كانت جوجل كانت عندها محرك انجن قوي جدا، وعندهم فيجواليزيشن كبيره جدا وكانت كتيره. اما لوكر عندهم احصائيات وعندهم انجن في ان انت تعمل كالكوليشنز واحصائيات كويسه جدا، فعملوا دمج مع بعض فبقت اسمها لوكر. اسمها لوكر بس كانت الاسم بتاعها اسمه جوجل داتا ستوديو. ايه هو عباره عن جوجل داتا ستوديو؟ هو عباره عن منصه مجانيه، ودي احسن، وعلى فكره هتبقى افضل بكتير قوي من باور بي اي كمان. ليه؟ لان الباور بي اي في تركايه كده في حته الشير، حته الببلش، ان انت تعمل لها شير ما بين زمايلك، يعني ما بينكم دلوقتي مش ممكن، ما اعرفش اعمل ما بيني وبينكم شير في الباور بي اي. تخيل المنظر ده، تخيل كل كتر الدعايه على الباور بي اي وكتر الماركتنج على الباور بي اي، والباور بي اي في الاخر ما بيعملش شير. يعني انا عشان ابعت لك الحاجه تشوفها ما بتعرفش، انت لازم تسيب لك الفايل وبعت، او اعمل ببلش، او من الاخر عشان اعمل لك شير لازم تبقى انت حسابك برو وانا حسابي برو، ودي بفلوس. اما لوكر ببلاش، لوكر مجاني. هوريكم دلوقتي حاجه سهله جدا في لوكر ده بيعمل ايه. هو عباره عن منصه مجانيه تفاعليه لتمثيل بيانات بشكل مرئي، في اعداد بتقارير استخدام جوجل داتا ستوديو تسمح لك بتجميع، بيجمع بيانات من كل حاجه، اس كيو ال سيرفر، اكسل، جوجل شيتس، كل حاجه مكان واحد، من ثم معالجتها وعرضها بشكل متنوع وتعمل كي بي اي وهكذا. بيقول لك فلكسبيليتي انليميتد داشبورد. لو حد بيستخدم الماركتنج، الماركتنج في حاجه اسمها جوجل اناليتكس، اللي حد شافها قبل كده جوجل اناليتكس، دي اللي بيعمل كامبين على جوجل ولا حاجه، بيفتح جوجل اناليتكس، فبيبقى الشكل بتاع لوكر نفس شكل جوجل اناليتكس، قريب من بعض في الويدجتس وفي كل حاجه. مع داتا ستوديو بقى بيقول لك يمكن انشاء عدد لا محدود من لوحات التحكم، ولا تقتصر على 12 بس غير الاناليتكس، لديك القدره على اضافه عدد لا محدود من صفحات التقارير، تعمل اكتر من صفحه، يمكن ربط التقارير مع حساب جوجل اناليتكس اساسا. انت ممكن تربط حسابك، حساب لوكر، باكتر من كذا حساب، من اس كيو ال سيرفر، اكسل، جوجل شيت، زي ما احنا عايزين. يمكن ربط البيانات من مصادر مختلفه في نفس التقرير او داشبورد. طب ليه لوكر؟ بيقول لك عشان سهوله الوصول للبيانات، بيوفر المستخدمين قدره زي اس كيو ال سيرفر بدون حاجه لكتابه اكواد، او فعلا بدون حاجه لكتابه اكواد، انت بس بتعمل كونكت وبتكتب اليوزر نيم والباسورد والبورت اللي انت داخل عليه وخلاص بتعملها. واحده من المميزات الكبيره من لوكر هي القدره على مشاركه التقارير، ودي فعلا دي انا مش هشاركها معاكم اخر المحاضره، لا انا هشاركها معاكم من اول المحاضره، يعني من بدايه المحاضره هبعت لكم لينك تشوفوا انا بعمل ايه على الداشبورد اللي انا شغال عليه، وتبقوا انتوا شايفينها كمان. الموضوع ده حلو جدا على فكره يا جماعه، فعلا انا بستخدم لوكر كتير جدا عن الباور بي اي. الباور بي اي الفيجواليز بتاعته رهيبه، بس مشكلته ان انت وبعدين انت جامد قوي بس في الاخر مش ظاهر للناس، فاهمين قصدي؟ يعني انا في الاخر عشان اوري مثلا مديري داشبورد، اتفضل، انا عشان اوري مديري داشبورد، انا لازم اخد اللابتوب معايا واروح عنده، انا مش بهزر، واروح عنده، واذا كان مثلا عنده مثلا سكرين ولا حاجه اوصلها بالسكرين عشان اعرض الداشبورد من عندي، فاهمين قصدي؟ لكن في لوكر انت بتبعت له لينك، انت بتبعت له لينك وهو يخش يشوف معاك، وتبقى عندك تكلمه في التليفون تشرح له مع بعض، فاهمين قصدي؟ لوكر جامد قوي، بس لوكر برضو اكيد في حدود، يعني في حاجات كده مش زي، يعني شفتها كده فكروني في حته ال الباي شارت، فيها كده جزء معين باور بي اي اقوى منها بكتير، اقوى من لوكر بكتير قوي. مش معيد. صباح الفل. هتقعد هناك؟ لا تعالى قرب قرب. تخش كده في النص كده. تمام؟
بص يا شباب، بيقول لك واحدة من لغة اللوكر. خلاص كده ماشي. بصوا يا شباب، لوكر ما شاء الله ما شاء الله، احنا في الداتا اناليسيس دي خدنا اكتر من لغة. احنا الاكسل الفانكشن اللي هي الفانكشن اللي احنا بنستخدمها، الباور كويري، ام الباور بيفوت، داكس الباور بيفوت داكس. يبقى احنا عندنا الاكسل فانكشن، الاكسل فانكشن، الباور كويري لغه اسمها ام، اللغه الباور بيفوت لغه اسمها داكس، اللوكر لغه اسمها لوكر، اسمها لغه اسمها ام ال. طبعا انت مش محتاج تعرف منها اي حاجه، انا نفسي مش عارفها ولا اعرف هي بتتجاب منين الحمد لله. يعني احنا كل اللي احنا عايزينه ان هي يعني تو ماتش الريكويرمنتس بتاعتنا. اسمها لغه ام، الام ال قصدي، اسمها لوكال موديلنج لانجويج، وهي لغه التصميم وانشاء النماذج. لوكال لوك ام ال بتسهل تحويل الاستعلامات وهكذا. دي بعد كده تصور بيانات اللي هي داتا فيجواليزيشن، بيسمح ليك انك بتعرف تتحكم بيها، انك تعرف تعمل سلايسر زي اللي احنا عملناه في الاكسل. فاكرين السلايسر والتايم لاين اللي احنا عاملينه في الاكسل ده؟ تقدر تعمله على لوكر. وهنا تكاملات بقى، يقول لك ممكن لوكر دي تعمل لها في حاجه اسمها جوجل بيج كويري. جوجل بيج كويري دي بالمناسبه يا جماعه دي حاجه كده زي السيكوال سيرفر، ده اسمها ايه، داتا وير هاوس كبيره قوي تقدر تخزن عليها داتا كبيره قوي، اسمها بيج كويري. لوكر انترفيس ده شكل اللوكر، طبعا هشرح لكم يعني في الاخر. لوكر انترفيس برضو ده برضو شكل لوكر، هشرحها برضو في الاخر. الدايره المربع ده يا جماعه اسمه كانفاس. كانفاس يعني القماشه اللي انت بتشتغل عليها، وده بنسبه 90 95% ده اللي بتشتغل عليه في لوكر، ده اللي بتشتغل عليه في الباور بي اي. هو ده المنظر ده كده اللي هتشوفه، لا 95 ده 97% اشتغل على الشكل ده كده. الانترفيس هو زي ما احنا، تقدر تعمل تيبلز، تقدر تعمل مهام شرطيه، حاجات كتير قوي. سكور، بصوا يا جماعه فاكرين حته الكارد دي؟ الكارد اللي احنا عملناه اللي انت قلتي لنا عايزين نعمل كارد زي هو بقى، بيجيبها لك جاهزه ترميها على طول. سكور كارد اسمها بار بي اي برده كده، اسمها سكور كارد، ترميها على طول. وطبعا بقى فيها مخططات بقى اللي هي الكولوم والاستاك. بصوا يا جماعه انا عايز بس انا جبت بس شويه حاجات بيزك. بصوا هنا دي التيبلز اللي هي عامله زي البيفت تيبل عندنا. في عندهم ثلاث 3 تيبلز، حاجه اسمها هيت تيبل، حاجه اسمها بار تيبل، وفي حاجه اسمها تيبلز عادي. الهيت تيبل دي او تيبلز هيت ماب دي، اللي هو لو مثلا الرقم كبير فبيعمل لك عليه لونه ازرق، الرقم الاصغر بيبقى خف. عارفين زي حاجه زي جريدينت كده، لو تعرفوا جريدينت اللي بتبقى الوان مختلفه، تبقى بتقل كل ما الرقم يقل. تمام تمام كويس. هنا مثلا جدول مثلا تيبلز بارز، البارز دي اللي هي ايه، اللي هي مثلا على حسب الرقم البارز بتوزع زي الكونديشنال فورماتنج بالظبط. فاكرين الكونديشنال فورماتنج دي؟ برضو الفايده اللي هي بتسهل مفهوم الفروقات الشكل البصري وهكذا. والحته دي يا جماعه فيها جزء جميل قوي، انت ممكن تضيف هنا زي تارجت، تحط تارجت في النص تقول لك الحاجه دي وصلت التارجت ولا لا. هوريها لكم دلوقتي ان شاء الله. هنا بقى التيبل العاديه اللي هو التيبل العادي خالص اللي احنا عارفينه اللي هو زي البيفت تيبل. هنا بقى السكور كارد، السكور كارد اللي احنا كنا بنعملها في الاكسل، اللي انت بتفتح شيب وبعد كده تدخل جوه الشيب تكست بوكس عشان تعمل الكارد، هي بتجي لك اسمها سكور كارد. في سكور كارد عاديه وفي سكور كارد كومباكت او كومباكت، اللي هي بتبقى مثلا شايفين الرقم ده 3328 بدل 3320، خليها 3000 بس او 3300، اللي هو بيعمل كومباكت اللي هو راوند اب راوند داون وهكذا، هي اسمها كومباكت. تمام. الفرق بقى ما بين البار تشارت، بصوا يا شباب معلش انا بس حابب بس اشرح لكم شويه حاجات عن النظري شويه وبعد كده نشتغل عادي، بس انا حابب اقول لكم عن حاجات بيزكس ممكن تكون تايهه عن بعض الناس. انا عارف ان الناس ممكن انا عندي لو عندي شويه داتا ممكن اركبها على بعض واطلع بيها حاجه مفيده، بس ممكن حاجات مثلا ممكن تفرق معاكم حاجات بسيطه. بصوا يا شباب هنا الكولوم تشارت، الكولوم وبار تشارت دي بيقول لك الاستخدام ده بيعرض البيانات على بعد واحد بس. مثلا لو هنا فترات زمنيه، مثلا المبيعات بيقول لك اتفضل هنا مثلا المبيعات، هنا مثلا الايميل جاب قد ايه فيو وهكذا. بيقول لك الاستخدام العلمي ليه عرض مبيعات منتج معين عبر شهور او سنه. هنا بقى الموضوع بيختلف، هنا اسمها استجد. استجد يا جماعه عشان بس تبقى انتوا عارفين، استجد كولوم تشارت، استجد يعني اللي هي حاجه اسمها مكدسه تكديس كده.
ليه ايه بقى الاستاك دي؟ اللي انت مثلا لو انت عندك اكتر من قيمه وعايز تعرضها في كولوم شارت واحد، في كولوم واحد، يعني انت مثلا عندك لو تلاحظوا مثلا هنا كده في السوشيال ميديا في عندك اكتر من حاجه بيقول لك ايه اللي اتباع. يعني بصوا هنا كده في الريفيرال دي، اللون الاحمر ده، اللون الاحمر هنا ده اسمها تي كو، ده اكتر حاجه متباع فيها، واللون البرتقاني ده اللي هو الفيسبوك، واللون الاخضر ده اللي هو الفيسبوك وكذا، والاحمر ده اللي هو بيبقى معرفش اي فيسبوك وفيسبوك وهكذا. ان انت قصدي ان انت في عمود واحد تقدر تقول له انت جالك كذا حاجه في عمود واحد، فاهمين قصدي؟ دي اسمها ستاكد كولوم شارت. الفكره بقى في ايه بقى؟ ان دي بتبين الاعداد الرقميه. طب ننزل هنا كده، دي بقى بتبين البرسنتج، لو انا عايز اعرف التوتال من كل واحده قد ايه، فاهمين قصدي؟ يعني مثلا وليكن مثلا احنا عندنا مبيعات زي تويتر مثلا، اوريو اللي هي فيسبوك، لينكد ان، انا عايز اعرف كلهم نسبهم قد ايه في العمود ده، صح كده؟ قبل كده قلت لي على موضوع النسب ده، اسمها ستاكد كولوم، اسمها ستاكد اللي هي حاجه اسمها تجديسه كده مقفوله فوق بعض، بس بتتعمل بنظام اللي هو البرسنتج، تمام؟ اسمها ستاكد. والبار تشارت طبعا ده بيستخدم عشان لو انت في عندك قيم كتير، تمام؟ معلش انا اسف يا جماعه على تطويله الشرح، انا عارف ان هو مستفز شويه، انا نفسي بستفز منه، بس والله يعني لازم اشرحه ولازم تفهمه على الاقل. يعني اكيد في ناس مش عارفه يعني ايه ستاكد وكولوم يعني اكيد في ناس مش عارفه يعني ايه كلاستر وستاكد وكده، على الاقل تعرفوا ايه اللي ممكن يجيب ايه، يعني تقدر تحط الداتا بتاعتك في ايه. لا حاجه اسمها لوكر. لوكر تمام. نفس فكره الاستاكد دي يا جماعه، هي نفس فكره البار تشارت، البار برده هنا كده، وبنفس الوقت في الاستاكد بتاعت الكام في المية وهكذا. هنا بقى مخطط الدائري طبعا احنا يعني معروفين عنه اللي هو الباي تشارت، اسمها باي تشارت، وده طبعا بيعرض. طبعا يا جماعه ما ينفعش الباي تشارت ده نستخدمه في بيانات كتيره، يعني ده اخره مثلا اربع او خمس بيانات او اربع او خمس حاجات، لان الباي تشارت ده لو حد جربه مثلا فوق ال 20 شكله مستفز جدا، شكله مستفز جدا. ما ينفعش، هو اخره اربع او خمس ست حاجات بكتير قوي، ولازم حاجه فيها كبيره، يعني لازم يبقى في حاجه بالمنظر ده كده، يعني واخده نص الصفحه، نص الباي والباقي كله متكسر كده جنبيها، لكن ما ينفعش تعمله على 20 واحد. ويا سلام لو النسب قريبين من بعض، هتلاقيهم بقى عباره عن قطع، عارف قطع كيكه كده، تمام. هنا الدونت، الدونت نفس الـ نفس الباي تشارت، بس هنا ركزوا في الحته دي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك انك ممكن تستخدم الجزء الفاضي ده وتقدر تعمل فيه معادلات، بس هنا مش في الـ في الـ في اللوكر ما فيهاش. تقدر تستخدم الدونت دي فعلا، فعلا بتستخدم حاجه اسمها جادج، لو تعرفوا اسمها جيج، قصدي جيج، ان ممكن تستخدم ان انت تعمل هنا زي معادله، بس دي تنفع في الاكسل اكتر. فاكرين حته الشيب والتكست بوكس؟ نقدر ندخلها جوه دي كده، ومجرد ما تدوس على اي حاجه يجيب لك النسب بتاعتها، تمام؟ طبعا ده الكنترول، الكنترول ده يا جماعه اللي هو زي السلايسر، الكنترول ده زي السلايسر في الاكسل بالظبط. الكنترول ده تقدر تفلتر من عليه الحاجه، تقدر تعمل تايم لاين، تقدر من الاخر ده السلايسر بتاعك. الاد كنترول دي افتكروها، افتكروها دي كده اسمها اد كنترول. شير بقى، بصوا بيقول لك واحده من افضل مميزات جوجل داتا ستوديو انك تقدر تشارك تقاريرك مع اي شخص، اي حد. الباور بي اي ما فيهوش الحته دي، الباور بي اي ما فيهوش شير، في بابلش، حاجه اسمها بابلش وفي حاجه اسمها شير. البابلش انك ممكن ترفعها على النت عندك انت، على جهازك انت، على على حاجه اسمها ورك سبيس بتاعتك انت، ده بناء على ان انت معاك ايميل الشركه وترفعها عندك انت. اما انك تشيرها معاك مثلا جهاز، لا ده الموضوع صعب قوي، الموضوع لازم هي معاها برو، لازم معاها اكونت برو وانا معايا اكونت برو، وبندفع عشان هي تشوف وانا اشوف، فاهمين قصدي؟ فده ما بيبقاش متاح كتير، صح؟ السلام عليكم، السلام عليكم. دوس لوكر. بالمناسبه صح، انا اوريكم بس لوكر دي عامله ازاي، اوريكم شكلها. بس انا عامل هنا داشبورد عن طريق لوكر، دي داشبورد انا عاملها، ممكن اعملها لكم كشكل لو عايزين تشوفوها على الكيو ار. فين الكيو ار جنريتور؟ لا لا لا، المره دي، المره دي حلوه، المره دي عشان تشوفوا، تشوفوها على موبايلكم. بص يا شباب، اهي دي يا جماعه، دي داشبورد معموله على لوكر. بالمناسبه دي داشبورد، نصغر دي كده شويه،
سامع في صوت؟ بص يا شباب شباب معلش خليكم بس معايا لحظه. لوكر دي دي داشبورد انا عاملها على لوكر بسامبل داتا، على فكره كنت عايز اعملها لكم كيو ار عشان تعرفوا تشوفوها حتى. دي انا ممكن ان انا تشوفوها يعني عادي، اللي انتوا لو انا بعت لكم اللينك تدخلوا وتشوفوها على طول، ما دام كل واحد معاه جوجل جيميل، جيميل يدخل يشوفها على طول. ودي فيو يعني تقدر تفتحها باي حاجه. يعني بص مثلا لو انا خدتها مثلا كوبي، بص كده يا باشمهندس ودوس هنا، عارفين انتوا الانكوجنيتو ده صح كده، ودوس كليك يمين هنا ودوس بيست، بيست اند سبيشال، هيفتح معانا عادي يعني مش هيطلب مني حاجه، يعني فاهمين قصدي ايه، مش هيطلب مني ساين اب ولا ساين ان ولا اي حاجه. وكمان بقى اللي انا اقدر اعمل مثلا هنا مثلا وليكن انا عايز مثلا اختار مثلا شانل زي ستورز مثلا، او مختار كلمه ستورز بيبتدي يغير الداتا كلها. لو مثلا عايز ان انا استنى بس يغير شويه، هتشوفها ازاي دي الفكره؟ ماشي هتوريها له ازاي؟ لا يا دي نت، ده مش بط، ده مش بط، ده مش بط، مش ويب، مش بط انترنت على قد ما هو ممكن بط داتا، داتا كبيره على فكره. داتا دي داتا 23 حوالي 600 او 525 الف رو، رقم ضخم جدا، فطبيعي ان هو تلاقيه عارف انت. طب ممكن اعمله كده ريفرش ونشوف ايه اللي هيحصل تاني. بص يا شباب دي هنشوف دلوقتي كل حاجه هنعملها النهارده. مش اقل حاجه بيرر، هو لو في ايرور هيقول لك في ايرور بالظبط. تمام، هو بقى بيعمل حاجه اسمها كونسترين، يعني بيقفل قيود كده عليها بحيث انت ما تعرفيش تتحركي حواليها. يعني مثلا يقول لك الفيرست نيم واللاست نيم مش تكتب فيه نيوميريك، هتكتب فيه اسامي بس، ارقام بطاقه لازم تبقى 14 رقم، الموبايل، الداتا ليميتيشن اللي هو زي الداتا فاليديشن، داتا فاليديشن مثلا اختار مثلا كاتيجوري مثلا هنا وليكن مثلا اللي هو ماشي اوكي اوبو مثلا، اختار مثلا اوبو واختار مثلا كلمه هوت مثلا. او اكيد هو اكيد هي بنسبه كبيره اهو. الو ايوه ايوه شايفينها بس كده تمام، بس كده انا كنت عايز بس. بصوا يا شباب بس معلش معلش، بصوا يا شباب معلش معلش انا بس حابب بس اوريكم ده كده. دي الداشبورد اللي احنا نقدر نعملها على ال اللوكر، حاجات زي كده يعني. ممكن مثلا انا بس الفكره عندي ان الداتا بس كبيره جدا، يعني مثلا انا اخترت كارفور، بس انا متاكد ان المشكله في الانترنت، المشكله مش بص ابتدت تتحرك ايه، ابتدت بصوا يعني مثلا هنا بص يقول لك ايه، هنا مثلا كارفور اهي، هنا مثلا كارفور، هنا مثلا السيلز فيرز ستوك اللي هو مثلا احنا بعنا قد ايه وفاضل من الستوك منه قد ايه، هنا مثلا تقسيمه الديبارتمنت اللي هي مثلا يقول لك هنا ايه، هنا ده الصوره مش واضحه، هنا موبايل، هنا وايت جودز، هنا مثلا اير كونديشن اللي هي ثلاجات غسالات والاير كونديشن وهكذا. ممكن لو احنا مثلا غيرنا مثلا ما بين كارفور ولا حاجه وخدنا مثلا زي اركان مثلا وبورتو مارينا، بتبتدي الداتا تتغير معانا. بس هو ممكن عشان الداتا دي تقيل او ممكن الانترنت تقيل، بس انا متاكد ان انا جربتها على اكتر من مره الانترنت كويس جدا. لو انت عايز تعمل ريسيت هتعمل ريسيت. ما انا عايز اعمل كده بس استاذ افندم، انا عايز اعمل جنريت عشان تشوف او يعني ممكن اهو اللينك اهو، ثانيه لحظه اهو يعني ممكن يعني جربوا جرب من الموبايل يعني. هو اللي سبب حضرتك كنت بس ان هو ان انا بعد دي احلى ما فيها، ده جامده جدا على فكره، ده دي الوحيده اللي انا عايزها اساسا. هو انا مش عايز غير دي اساسا، انت بتتكلم في ايه؟ انت على فكره وانت مش محتاج انك تعمل حاجات ضخمه عشان يعني تعمل حاجات فانسي. على فكره اللوكر عامل حاجات البيزكس والميديت وكل حاجه. ثواني اهو نعمل دي كده ونعمل سكان مي، لو حد عايز يشوف ال لو حد عايز يتصور مع الفنان يتصور.
بصوا انت لو عملتوا سكان للكيو ار دي هتقدر تفتح الداشبورد اللي انا لسه عاملها دي، كلكم تقدروا تشوفوها وكلكم تقدروا كمان تعملوا عليها فلاتر، تقدر تفلتر عليها. ما تفرق اتفضل يا استاذ فيه. بس هي في جوه الموبايل، بيلت ان في الموبايل على فكره. الكيو ار ده جوه بيلت ان في الموبايل. انت بمزاجك انت يا حضرتك بقى، ايه كل شويه تقولي تنكشف حاجه وتروح ساكته في حاجه. حد شاف الداشبورد دي؟ شفتها يا باشمهندس؟ تمام اتفضل اتفضل. ويب سايت. لا ويب سايت. على فكره يا باشمهندس ممكن تقدر تفلتر عليه كمان، يعني انت لو كمان بصوا هنا في حاجه اسمها هنا معلش ابلاي فلتر، معلش انا اسف خليكم بس معايا لحظه. في بصوا انتوا لو انتوا عملتوا كذا فلتر، اي فلتر انتوا تعملوه انا هنا مش مسمع عندي. انا هنا لو انا جيت مثلا عملت ريسيت، في هنا حاجه اسمها ابلاي فلتر، لو انا دوست مثلا على السمول اتش اي او اي حاجه بيفلتر لي هي في ايه كذا حاجه في الفيجواليز اللي حواليها، حاجه اسمها ابلاي فلتر. ابلاي فلتر انت مش محتاج كمان تدوس على الاد، انت ممكن تدوس على اي حاجه هنا يا ابلاي فلتر على كله. لا 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 دي سهله جدا، هي سهله واحده، هي بتسمع، هي جميله، هي انت بترمي الحاجه وهي بتسمع اوتوماتيك خلاص. طب تعالوا بقى خلاص بقى احنا كده شفنا الحاجه كلها. شباب معلش نركز بس كده شويه كده نشوف بقى الحاجه. بصوا يا شباب ده شكل الجوجل داتا ستوديو او لوكر. تعال كده نكبر الكلام كده. اول ما تفتح لوكر، لو انت كتبت هنا لوكر ستوديو دوت جوجل كده تكتب لوكر. الصوره مش باينه عندنا خالص اونلاين. ثانيه حاضر ستوب شير، اعمل شير تاني. انا عامل انتر سكرين والله اهو. انا عامل شير اهو. انت كده شايفه كده كله ولا لسه؟ تمام كده تمام ماشي. بصوا يا شباب هنا لوكر دي، اسمعوا بس الحته دي معلش. لوكر دي اول ما انت تكتب كلمه لوكر جوه جوجل هيفتح، هيوصلك هتروح يعني. اول ما تكتب لوكر هيظهر لك المنظر ده كده لوكر. ده الريسنت، الحاجات اللي انت بتستخدمها. شيرد وذ مي اللي انت ممكن تستخدم حاجات بتاعت ناس ثانيه، يعني ممكن تستخدم داتا ناس ثانيه. يعني بص لو انت دوست على كلمه شير وذ مي، هو ممكن مفيش حد عامل لي حاجه، بس انا لو بعت لكم اللينك هتشوفوا الشير وذ مي دي. انا كده كده حاطط لكم لينكين استاذ عمرو بعته لكم، في لينكين استاذ عمرو بعتهم على الواتساب دلوقتي، واتساب ساعتها يعني. هوريكم دلوقتي ايه اللي هيحصل. شير وذ مي، اوند باي مي، اوند باي مي اللي هي الحاجات دي كلها اللي انا عاملها، تراش طبعا الحاجات اللي انا ماسحها، والتمبلتس اللي انت عايز، لو انت عايز تعمل التمبلتس اللي هي الحاجات زي دي كده، لو مثلا جوجل ادز، جوجل مرشندايز ستور، حاجات زي كده، زي حاجات زي قوالب جاهزه اللي هي زي تمبلت جاهزه تقدر تستخدم عليها بالداتا بتاعتك. تمام. نرجع تاني هنا كده، ودي طبعا البروجكت اللي انت اشتغلت عليه. انا اشتغلت على شويه بروجكت كده، يعني مثلا لو انا اخترت مثلا اهلي جروب دي مثلا، دي حاجه انا بستخدمها، دي داتا خفيفه على فكره، دي داتا خفيفه جدا. يعني بصوا هي مثلا لما اجي اختار هنا مثلا وكيل واختار دي كده واختار مثلا زي مثلا اهرام مثلا، اول ما اجي اختار الاهرام ابتدت تتغير الداتا بتاعتها على الاهرام. طب عايز ارجع ادوس، لا هي بتفلتر، هي بتفلتر اوتوماتيكلي. بصوا ندوس ريسيت اهي ترجع الداتا تاني. طب لو انا دوست مثلا هنا كده يبتدي فلتر على الداتا بتاعته اهي. الموضوع ده على فكره حلو جدا، وتقدر كمان تبعت اللينك بتاعه لاي حد. الموضوع سهل قوي 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 ولذيذ. وكمان تقدر ان انت لما اتفضل. وكمان تقدر تعمل حاجه كويسه جدا على فكره. الموضوع ده هيبقى عندكم في حاجه كويسه جدا في الموضوع ده، انا عاملها عندي انا شخصيا في الـ في الـ في السي في. انت بتعمل بروجكت كتير، تخيل كده تعمل بروجكت مثلا على باور بي اي، صعب انك تحطها في سي في، لكن بروجكت على ده انت بتحط اللينك بتاعه على السي في. فاهمين قصدي ايه يا شباب؟ البروجكت بتاع الحاجات دي انا عاملها على السي في، ومجرد ما يدوس هو على اللينك هو بينقله على دي. فاهمين قصدي؟ يعني دي كل دي بروجكت انا عاملها وحاططها في سي في. فاهمين قصدي ايه؟ وكل بروجكت انا بعمله بضيفه في السي في، فمجرد هو بروح ضايف له لينكات، بقول لينك مثلا ايه، بشرح فيه مثلا احنا عملنا ايه، بشرح فيه يعني شرح كده بسيط كده مثلا حوالي 100 كلمه ولا حاجه او 100 حرف مثلا ولا حاجه، لما ديسكريبشن كده بسيط احنا عملنا مثلا كذا كذا سيلز بناء على كذا كذا كذا، بحط اللينك بتاعه. اول ما احط اللينك بتاعه
اي حد فاتح سي في، سي في بتاعي مثلا عباره عن بي دي اف، اول ما يجي يقف على اللينك يدوس عليه ينقله على الشكل ده كده. دي حلاوه اللوكر، انا بعشق اللوكر في الحته دي. خلاص تعالوا نرجع بقى تاني. ده شكل الريسنت وكل حاجه، ودي القوالب. احنا بقى نبتدي نعمل ايه؟ نبتدي بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي نعمل ايه؟ داشبورد لينا، ونبتدي نعمل فيجواليز لينا. هندوس بلانك ريبورت بلانك. ماشي، البلانك ريبورت اول ما تفتحه هيجي لك المنظر ده كده. في بيقول لك ايه؟ في عندك لوكر، في عندك جوجل اناليتكس اللي انت بتربطه باكتر من مصدر، يعني في مصادر بقى كتير، ما في كتير. في جوجل شيت، في امازون ريد شيفت، في مايكروسوفت اكسل، وفي اب شيت، وفي ننزل تحت كده شويه في ماي سيكوال وسيكوال سيرفر، تقدر تربط باي حاجه على 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 لوكر. تمام؟ وطبعا طبعا مش عايز اقول لكم ان ده طبعا من شركه جوجل، فطبعا قوي جدا يعني مش محتاج، وتراستد وكل حاجه. فاحنا هنربط على ايه؟ ها؟ هنربط على ايه في الداتا دي؟ احنا المفروض كنا بنربط على طول على اكسل شيت، بس انا اوريكم احنا النهارده مش هنربط على اكسل شيت. ليه مش هنربط على اكسل شيت؟ الاكسل شيت فيه مشكله كبيره قوي، ان انت لما تيجي تربط عليه الداتا ريفريشنس، حاجه اسمها داتا ريفريشنس. داتا ريفريشنس اللي هي بيعمل ريفريش كل شويه، كل 12 ساعه. فاهمين قصدي؟ عشان تعمل تربط حاجه بالاكسل كل 12 ساعه. فاهمين قصدي؟ يعني عشان تعدل حاجه جوه الاكسل، او نفترض ان الاكسل ده بيتعدل بشكل اوتوماتيكلي، يعني انت مش محتاج انك تعمل ريفريش اوتوماتيك. فاهمين قصدي يا شباب؟ فانت الموضوع بيتعدل كل 12 ساعه. فايه الافضل لينا بالنسبه لنا احنا؟ ان انت لما تيجي تربط داتا، تربط داتا او تعمل كونكت عالم، بالنسبه لنا احنا في الاوقات بتاعتنا جوجل شيت. جوجل شيت من افضل الحاجات، جوجل شيت جامد قوي قوي. جوجل شيت دلوقتي نشوف هنعمل ايه. لما نيجي ندوس هنا على جوجل شيت، قبل ما نيجي ندوس هنا كده نفتح جوجل شيت الاول، جوجل او شيت شيت دوت جوجل اهي. انت بس مجرد تكتب جوجل شيت في سيرش جوجل هو هيوديك على اللينك على طول. فاهمين قصدي؟ مثلا انا كنت عامل لكم حاجه اسمها تيست، في لينك اهو اسمه تيست. اللينك ده انتوا لو فتحتوه من على موبايلكم او فتحتوه من على اللابتوب هتلاقيه بيفتح، يعني هتلاقوه فتح بس هتلاقوه فاضي. صح؟ ده بقى فكره اهو، كلكم معايا اهو، اهو انتوا اهو فاتحين اهو. بس طبعا ده كل ده انونيمس، يعني مش اسم، يعني مش اسامي ايميلات. يعني بصوا انونيمس اللي هو فوكس ما اعرفش ايه سنيك حاجات دي، حتى فاتحين كل الناس كل ما تزيد كل ما الشكل بيزيد. اهو فهنا بقى نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل بقى امبورت الداتا على جوجل شيت عشان نربطها على ايه؟ على لوك. اتفضل يا باشمهندس. انت معايا يا باشمهندس؟ انت معايا ولا بيت دلوقتي معايا؟ بيت دلوقتي معايا. بص لوكر، لوكر جوجل شيت اونلاين. يلا لينك على الواتساب يا باشمهندس. لا بعت على الواتساب يا باشمهندس. خلاص كده يا شباب، معلش خليكم معايا، يعني اتكلموا معايا والله انا عارف افيدكم والله. بصوا لما نيجي نفتح على، اتفرجوا بس يا جماعه مش لازم تجربوا ورا بعض على طول. لما نيجي نفتح على جوجل شيت، اتفضل اهو دي فين؟ يعني فين دي؟ فين يعني فين؟ اه انت فتحتي من على الاكسل، قصدي من على الواتساب. ماشي ماشي خليكي زي ما انا بس بوريكي، خليكي معايا. اللينك اللي انا بعته ده لينك لسه فاضي تماما، احنا هنملاه دلوقتي واحنا موجودين. تمام؟ خليكم معايا بالله عليكم، بالله عليكم ركزوا معايا. وحياتي عندكم، لو وحياتي عندك، لو كان ليا عندك خاطر. تمام ماشي ماشي. احنا دلوقتي اهو، احنا دلوقتي في جوجل شيت. نفترض دلوقتي ان احنا عايزين نضيف الداتا بتاعتنا. الداتا بتاعتنا دي كانت ايه بقى؟ سامبل ورك. استاذ عمرو اهي الداتا اهي اسمها سوبر هيرو. بصوا يا شباب سوبر هيرو ايه؟ اسمها سوبر ستور سيلز. الداتا بتاعتنا اسمها سوبر ستور سيلز. تمام؟ الداتا دي كبيره شويه الى حد ما، فيها اكتر من داتا اللي هي مثلا ايه، فيها مثلا اوردر اي دي، فيها اوردر ديت، شيب ديت، فيها شيب مود، ودي نقدر نطلع من الشيب مود ايه اكتر مود بنبيع فيه اكتر، يعني مثلا هل هو الستاندرد كلاس ولا الفيرست كلاس ولا ايه. وعندنا كمان السيجمنت اللي هي الشرايح بتاعه العملاء، اذا كانت مثلا كوربريت ولا اوفيس ولا كونسيومر ولا ايه. وعندنا
اسمها ايه الكونتري اللي هي يونايتد ستيتس، وعندنا السيتي وعندنا الستيت وعندنا كمان الكاتيجوري، ان احنا كمان ممكن نعرف انهي كاتيجوري بيبيع عندنا اكتر وانهي كوانتيتي بتطلع من عندنا. داتا يا باشمهندس زي اي داتا احنا بنستخدمها نقدر نطلع من عليها داتا، بس الفكره بقى ان احنا مش هنطلع من عليها داتا عن طريق الاكسل، هنطلع عليها داتا عن طريق لوكر. طب المهم بقى الفكره دي اللي انا عايز انقل الداتا دي على جوجل شيت. اول حاجه انا هكون مسيفها، يعني اسيفها الاول كده بس معلش الاول عشان ما كنتش مسيفها على الديسك توب اهي، عندنا على الديسك توب. ايوه تمام كده احنا سيف اهو، كده احنا سيفناها. اي بصوا اهي هنيجي بالله عليكم ركزوا معايا والله، يعني معلش خليكم بس معايا شويه شباب معايا معلش، عايز اعرف اساميكم انا ما عشان انتوا بعيد قوي. صامولي ياسين محمد ماشي تمام قوي. بصوا انت ما دام عرفت اساميكم انت هتلاقيني بندلكوا كتير قوي اعرف كده. بصوا يا شباب الجمله دي كده احنا هنا دخلنا على جوجل شيت الاول، جوجل شيت اللي هو التيست اللي انا بعته لكم على الاكسل، على قصدي على الواتساب تمام. اللينك ده قدامكم دلوقتي هتلاقوه فاضي، لو انتوا فتحتوا اللينك بتاع التيست ده هتلاقوه فاضي تمام كده. احنا هنيجي هنا نعمل فايل امبورت، وهنيجي هنا كده نعمل ابلود. ابلود انا بعملها انا ما تعملهاش انتوا، انا بعملها انا 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 بعملها مكانكم، انا بعملها مكانكم اوكي. هنيجي هنا في الديسكتوب وهنيجي هنا اسمها كوبي اوف ستورز تمام تمام. احنا بقى نستنى كده ونقول له احنا عايزين نكريت نيو ورك شيت، اقول له خليها ريبليس بده، وكده انا هنقل الداتا بتاعتي على ايه الجوجل شيت يا باشمهندس. خلاص تمام بس كده نقلتها. لو فتحتوا تيست بقى دلوقتي هتلاقوا الداتا دي موجوده عليه، افتحوا بقى اتفضلوا انا اعملوها بقى مكاني بالظبط، اعملوا يعني انتوا اعملوها بقى مكاني اهو، هتلاقوا لو فتحتوا تيست دلوقتي هتلاقوها ظهرت دلوقتي عليك. وهنعمل هنا اسمها ايه الداتا دي، معلش 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 خليكم بس تكلموا معايا معلش لحظه. الداتا دي هنعملها ازاي؟ هنكتب هنا اسمها ايه الداتا دي، كانت اسمها ايه، كانت اسمها سوبر ستور سيلز، او نخليها ستور سيلز. هنيجي نكتب مكان التيست دي بقى ستور ستور سيلز. اعمل ريفرش يا باشمهندس، اقفلها وافتحها تاني. انت انهي لمبه، انهي لمبه منوره عندك؟ قول لمبه دي ال دي اس ال. بص لا هو كده تمام كده خلاص كده. شباب شباب معلش خليكم بس معايا معلش عشان خطوات بس كتير. خلاص ماشي تمام كده تمام كده يا محمد تمام كده كده احنا نقلنا الداتا على الجوجل شيت. خلاص هنيجي بقى هنا احنا صح بسجل ولا لا؟ اه بسجل. هنيجي بقى هنا شباب هنيجي هنا وننقل الداتا دي على لوكر. خلاص هنيجي نروح هنا على لوكر، احنا لسه فاتحين الشيت اللي احنا فاتحينه. ثواني بقى كده عشان انا فتحت بلانك ريبورت، بس انا المفروض ان انا ما افتحش بلانك ريبورت. ليه بقى؟ اعمل هنا ريموف. انا هفتح التيست اللي انا بعته لكم. في لينك تاني اسمه تيست، في لينكين تيست، لينك جوجل شيت وفي لينك لوكر. هنفتحوا التيست ده كده ده كده. لا لا هو انا معاكم، انا معاكم اهو اللينك ده. ممكن تاخدها من الاكسل عندك اوف لاين؟ لا عشان هو بيتعدل كل 12 ساعه، ولو الاكسل انت عملت له ديليت ايه اللي هيحصل؟ لا لا مفيش، هو كله اونلاين. اه خلاص كده يا شباب زي جوجل شيت بالظبط. بصوا يا شباب احنا هنا دلوقتي انتوا كده فاتحين اهو ما شاء الله، اهو انتوا فاتحين اهو، الناس اهي فاتحه كتير اهي اهي، وفي ناس بس بصورها اهي كمان. طب هنيجي نعمل ايه بقى؟ هنيجي نربط الداتا ببعض. هنيجي نعمل هنا اهي اهي، نعمل هنا اد داتا، نعمل هنا اد داتا اد داتا، ونقول له من جوجل شيت. لا ركزوا بقى معايا بقى معلش، خليكم بقى معايا كده معلش خلاص بقى، اركنوا بقى الموبايلات شويه واللابتوب شويه وخليكم بقى معايا شويه. هنيجي هنا كده يقول لي انا عايز الداتا بتاعتك انهي داتا، اقول له اهو بس كده اهو معلش الستور سيلز اهي. معلش انا هجري بقى شويه دلوقتي. قال لك انت عايز الستور سيلز ده في شيت 1 او ما فيهوش غير شيت 1 اهو، اقول له انا عايز الشيت 1 اهو، هو الشيت 1 ده. يقول لي انت عايز الفيرست رو از هيدرز، اقول له اه انا عايز اول رو ده يبقى هو الهيدر بتاعي او هو العنوان بتاعي. وبعد كده اقول له انكلود هيدن اند فلتر، لو انت مفلتر على جوجل شيت هو لا بيجيب الفلتره كمان، يعني هو بيجيب لك شيت كله ما بيعملش ما بيجيبش المتفلتر بس، فاهمين قصدي؟
وانكلود سبيسيفيك رينج، لو انت مثلا عايز تاخد مثلا من A to B او رينج معين. لا انا عايز اخد الشيت كله وكل حاجه ودوس اد داتا، خلاص كده ادوس على اد داتا. فكده انا بعت لكم لينكين، ما حدش يبص في اللينكين، خلاص انا بقول لكم بس الاول اللينكين دولت انا بعمل معاكم شير قبل ما نبتدي اي حاجه. فاهمين قصدي ايه؟ دي حلاوه الاكسل، دي حلاوه جوجل عموما او جوجل شيت ولوكر. انت ممكن تعمل شير لحاجه انت لسه سامه ما ابتديتهاش. فاهمين قصدي؟ تمام كده. ما انا قلت لك والله لسه قايل له والله السؤال ده. جوجل شيت الريفريشنس بتاعه كل 15 دقيقه. بص عشان تبقى شايفين ثواني بس كده، احنا قلنا الداتا صح ولا اهو جوجل شيت لحظه اوند باي مي ستور سيلز بعد كده ادوس اد. معلش لحظه ادوس اد اهو بعمل اد اهو. بصوا كده معلش كده معلش كده يا شباب بس ركزوا معايا كده. احنا عملنا اد للداتا، اد للداتا، فالداتا اهي نزلت اهي على جوجل شيت. طب انت عايز تعرف ليه ما نقلناش من على اكسل على طول؟ لما تيجي هنا كده ونسوق ونجيب ريسورسز ومانج داتا هنلاقي، نعمل اديت هنا كده هنلاقي ان هنا الريفريشنس بتاعها كل 15 دقيقه. اما كل 15 دقيقه وكل ساعه وكل اربع ساعات وكل 12 ساعه في الاكسل، لما انت بتجيب من اكسل اوف لاين على طول بيقول لك كل 12 ساعه. فانا من الافضل ليا ان جوجل شيت دي بالنسبه لي كويسه قوي. خلاص تمام كده احنا جبنا الداتا. اول ما تجيب الداتا بيعمل لك زي جدول كده ديفولت من عنده. تمام انت كل عليك انك هتيجي هنا في الداتا هنا وندوس ديليت عادي دلتناها. نعم ازوم ازاي؟ ماشي ندوس كده ماشي. بس انا كده يعني مضايق قوي. طب تعالى نشرح الحته دي. في هنا كده التست دي انت ممكن تعمل هنا التست دي، نخليها في الاخر. فايل فيها السيم لاي اوت وتقسم ازاي الداتا وكده والفيرجن هيستوري، ودي حاجه حلوه قوي يا جماعه. انت كل ما تعدل على حاجه هو بياخد كابشن من الستوري من الهيستوري. الموضوع ده حلو جدا حتى في جوجل شيت نفس النظام. يعني انت مثلا كده عدلت على داتا وقفلت جوجل شيت وخرجت وفتحتها تاني، يقول لك انت عدلت الداتا دي امتى؟ عشان لما تيجي مثلا وليكن انت بوظت الدنيا قدام وعايز ترجع بقى، فتروح قايل له رجعني على الفيرجن الداتا دي اللي هي مثلا بتاريخ كذا بيوم كذا رجعني عليها. فاهمين قصدي؟ الموضوع ده حلو جدا. اسمها فيرجن وفي كارنت وسي فيرجنز كمان، انت ترجع تشوف مين كمان اللي عدل على الداشبورد كمان. فاهمين قصدي؟ دي حلوه جدا على فكره، بتبقى فيها بيرميشن وموضوع بتعرف مين اللي بوظ الداشبورد او مين اللي حد يعني مين اللي ضاف الداشبورد او حصل اي اكتيفيتي عليه بيظهر في الفيرجن دي. تمام؟ في هنا بقى اديت طبعا بقى يعني حاجات في الاديت بقى اللي هي دوبليكيت وهكذا. في فيو فيو دي بقى انت هنشوفها بعدين. وفي انسرت، انسرت دي اللي انت لو عايز تضيف بقى ايه كولوم تشارت وبابل ماب اللي هي بتبقى التشارت بتاعتك. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل ماشي خده ماشي ماشي خلاص. هنا بقى البيفوت، هنا كل التشارتات اللي موجوده وهكذا. وديت رينج كنترول، ديت رينج كنترول دي اللي هي عامله زي التايم لاين اللي احنا كنا عاملينها في الاكسل. تمام تمام. تعالوا هنا كده في البيج، انت ممكن تعمل هنا نيو بيج، انت تعمل يعني خلصت بقى البيج الاولانيه فتعمل بقى بيج ثانيه وهكذا. هنا بقى الرينج اللي هي ما استخدمهاش كتير، ان انت تعمل اوردر ان انت تالاين الهيستوري كده، يعني تالاين قصدي الشارتس جنب بعض فيرتيكلي، يعني تعملها الاين. الاين دي اللي انت بتعمل مساواه او محاذاه ما بين الشارت. الريسورسز ودي طبعا احنا نفتحها شويه عشان دي اللي هتبقى فيها الريسورسز وكده بس كده. وهنا طبعا ده الجزء ده، اول جزء ده انتوا بتشوفوه. تمام كده عمر؟ في عمر عشان بيكسر كده. فينا الشكل ده كده، في اد بيج، في اد داتا انت تعمل اد داتا، في هنا اد شارت، في هنا اد. لو هنا التشارتس اللي موجوده عندك مش مكفياك او عايز تجيب حاجه جديده زي الجيج دي، الجيج دي انا لسه قايل لكم من شويه اسمها جيج دي، دي بصنع ناس يعني، دي ناس هي اللي عاملاها مش 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 لوكر، بس طبعا ينفع تستخدم يعني. في اد كنترول اللي احنا قلناها من شويه اللي هو اللي فيه سلايسر تعمل حاجات كتير قوي. وتيجي هنا كده او شغال في سيلز اهو صورتك. نعم ده باور بي اي لوكر جوجل شيت لكن مش هنا مش لوكر. شفتها في جوجل شيت. هنا مثلا تكست، هنا تقدر تنزل صوره، هنا تقدر سيم لاي اوت اللي هي الشكل. بصوا يا جماعه في حاجه في جوجل في لوكر حلوه جدا، دي ممكن مش حتى كمان مش موجوده كمان في باور بي اي. انت
انت ممكن تديله، بصوا شايفين السيمز دي يا جماعه، شايفين ال، انسه مساء الخير، شايف السيمز؟ مش عارف ليه حاسس بقولك شايف العصفوره حاجه زي كده، مش عارف. السيمز دي اللي هي دي السيمز اللي احنا ممكن نعملها، بس في حاجه بقى اوبشن جامد قوي هنا كده اسمها اكستراكت سيم فروم ايمج. نفترض ان انت مثلا عندك الشركه بتاعتك مثلا اللوجو بتاعها زي مثلا مولين عرب، مولين عرب مثلا اللوجو ايه الطاغي فيه؟ ايه اللون الطاغي فيه؟ الاصفر، صح كده؟ الاصفر. هو بيروح عامل ايه؟ تروح انت حاطط له اللون بتاعه، تعمل هنا انسرت وتقول له يا اما باي يو ار ال او صوره من الصوره من مش السيم، يجيب لك الالوان اللي ينفع تستخدم مع التشارتس دي. جامده قوي، جامده قوي. لا ما فيهاش دي باور بي اي، انت لازم تشوف السيمز. ما هو باور بي اي برضه في اوبشن كده حلو اسمها، في بقى اوبشن بقى تاني اسمه كلر دوت ادوبي، اسمه كلر ادوبي دوت كلر او كلر دوت ادوبي. ده انت بتدي له اللوجو، اللوجو وهو بيحلل لك اللوجو ده ايه الالوان اللي ينفع تستخدم فيه. لا مش الوان، هو بيطلع لك الالوان بتاعته. يعني ممكن لو انت مثلا اسمها ايه اكستراكت، لو انت قلت له مثلا عايز السيلكت فايل ده مثلا فروم مثلا ايه اللي عندي، مثلا ايه الالوان اللي موجوده، وول بيبر مثلا، قول له مثلا عايز اللون ده مثلا، او معلش بص جاب لي الالوان بتاعها. فاهمين قصدي؟ في حاجه اسمها كلر دوت ادوبي، دي بتكستراكت الالوانات من الصوره فتقدر تخليها في السيمز بتاعتك. فدي بتبقى طبعا طبعا بتبقى احسن بكتير. لو انت مثلا اللوجو بتاع مثلا شركتك زي شركه مولون عرب لونها اصفر وانت بتعمل لي داشبورد لونه احمر، فالموضوع كده غريب. فاهمين قصدي؟ او مثلا بتعمل لي داشبورد مثلا دارك سيم اللي هي الفانسي بقى كانك قاعد في جيم ولا حاجه، فالموضوع بيبقى صعب. فدي انت بتقدر تعمل كذا. هنا بقى دي الداتا اللي بتظهر. بصوا يا شباب دي الداتا اللي بتظهر، ده الشكل ده بتاع الداتا، وهنا الشكل بتاع البروبرتيز مثلا اللي انت تقدر تخفي الشكل ده. البروبرتيز دي اللي انت تقدر دي بتعدل فيه الشارتات وهتشوفها دلوقتي، وفي الفلتر، الفلتر الجزء اللي هنا ده كده انت دوست عليه هيخفيه لك، وهكذا. ودي الداتا لو انت عايز توسع الشكل شويه وتكبره وهكذا. تمام كده يا شباب؟ هنا بقى نبتدي نعمل الشارتات عشان نشوفوا الشكل بتاعها عامل ازاي. طبعا احنا لسه لحد الان عندنا اللينك اللي انا استاذ عمرو كان بعته لكم اللي اسمه تيست ده بتاعنا. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل مثلا الشيب مود ده، مثلا نجيب الشيب شيب 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 البيمنت مود مثلا. نفترض ان احنا عايزين نشوف البيمنت مود اللي هي مثلا الدفع مثلا بايه، دفع فيزا كاش ايا كان. فهنجيب البيمنت مود دي نحطها هنا كده، اول ما احطها هينقلها لي في هيئه جدول. تمام، اول ما اسحبها واحطها كده اتعملت في هيئه جدول. تمام، ممكن اقول له دي البيمنت مود اللي هي اونلاين وكاردز وهكذا، ونيجي مثلا نجيب هنا مثلا السيلز نحطها برده عليها كده. هنا بقى بيحصل لك، بيقول لك انت عملت ايه. الدايمنشن دي من الاخر يا جماعه اللي هي بيكون زي الاكس والواي بتاعه المحاور، الدايمنشن. اما المتريك دي الحاجه اللي انت بتعمل فيها الحسابات. المتريك دي الفاليوز، والدايمنشن دي من الاخر الدايمنشن دي اللي بتبقى كده او كده، وال المترك دي حاجه بتعمل فيها الحسابات. تعال نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. انتوا معايا صح؟ انتوا كلكم معايا صح؟ نعم؟ انتوا مش هتشتغلوا؟ لا. طب بص عشان بس اوريك. طب انت يعني لا، ما انت كنت بقول لك ابص هنا بقى. طب بص اقول لك على حاجه، هي في اكتر من حاجه، بس الداتا يعني انا عملتها من الاول خالص بقى، فممكن تستنى وانا خليك. لا ما هي الفكره انت مش هتعرف تخش عليها لحظه، وخليك معايا معلش عشان كده بقول لكم خليكم معايا. ماشي، بصوا يا شباب بقى اللقطه دي، معلش بس خليكم معايا في الحته دي. احنا دلوقتي عايزين نعمل وليكن مثلا كولوم تشارت، عايزين نعرف البيمنت مود احنا دفعنا قد ايه في كل بيمنت. هنيجي هنا كده، نيجي هنا كده انسرت، ونعمل مثلا وليكن كولوم تشارت، ونقول له حط لي هنا كده. تمام، كولوم تشارت. بصوا انا اول ما قلت له حط لي كولوم تشارت هو جاب لي داتا من نفسه وحطها لي. اقول لا انا مش عايز دي. فبنيجي هنا كده بيقول لي ايه، هنيجي هنا كده نحط البيمنت مود. فين البيمنت؟ البيمنت بيمنت بيمنت مود اهي، وهنحطها مكان الدايمنشن. مش احنا قلنا ان الدايمنشن دي اللي هي الجزء اللي تحت ده اهو،
شايفين كده كويس شباب ولا ايه؟ اه ممكن يا محمد تقفل ده محمد. خلوها كده براحتكم. خلاص دي البيمنت مود. بصوا يا شباب دي الشكل اللي احنا نقلناه. وبعد كده ممكن بقى يقول لك هنا ايه، انت كده بتحسب على ريكورد كاونت. ريكورد كاونت ده اللي هو بيعد السطور. لا انا عايز اعرف ما بين السيلز. هنيجي هنا كده وهنيجي ناخد السيلز دي كده ونحطها مكان الريكورد كاونت كده. اي كده هتلاقي الكلام اتغير بقى هنا لما تيجي. ايوه بالظبط، لما تيجي تقف هنا هتلاقي الدنيا اتغيرت. طب انا عايز اكبر بقى واعدل في الفيجوال. هنا ده شكل الفيجوال بتاعك، المتريكس اللي انت بتعمل فيه العمليات الحسابيه، اذا كنت هتجمع مبيعات او هتعمل مثلا افريج. وهنا بصوا شايفين كلمه الحرف دي كده، تعال نعمل كده شايفين الجمله الماوس كده فين، هتلاقوه عامل صم للسيلز. ممكن لو انت دوست على دي كده يقول لك مثلا انت عايز الافريج ولا الكاونت ولا الكاونت ديستنكت ولا الماكس ولا المين، الحاجات بتاعت الاكسل اللي احنا عارفينها. تمام؟ فاهو الجزء ده كده اللي هو الكود والاونلاين والكاردز، دي المبيعات بتاعتها. طب انا عايز احط لها شويه حاجات بقى، اعدل لها شويه شغل. هنيجي هنا كده في كلمه ستايل. بصوا بقى في الستايل دي في بقى اكتر من شكل، بيقول لي انت لو عايز تخلي الستايل ده التشارتس دي اكتر في 10 في 15، اللي انت يعني تخلي ما بين الكود والاونلاين والكاردز دي 10 كولومز او 15 كولومز. فانا خليها زي ما هي وهنقول له بقى شو داتا ليبل. بصوا اول ما اجي ادوس على شو داتا ليبل هيبتدي الداتا ليبل تظهر اهي، اللي هي الارقام بتاعتها تظهر. انتوا مش شايفين صح؟ تيبيكلي باور بي اي بالظبط، حاجه زي كده. اهو بصوا دي الارقام بتاعته اهي. طب انا عايز دلوقتي اعدل شويه حاجات. في حاجه اسمها كومباكت نمبرز. يعني ايه كومباكت نمبرز؟ كومباكت اللي انا اضغطها. لا شايف الرقم ده دي فيلو بالكي بالظبط، ادوس على الكومباكت دي كده هتلاقي الرقم بقى بالكي بالظبط. وممكن بقى نعمل ان احنا نعمل ايه مثلا، نعمل الديسيمال بتاعها ما يبقاش ليه حاجه، يعني تبقى كي على طول، ما يبقاش كوما 200 تبقى كي على طول. فاهمين قصدي؟ نعم ممكن حاجات زي كده تعمل حاجات حلوه. ممكن كمان تغير الكالر، الكالر بقى بتاع الكولومز دي تغيرها. تمام؟ وتعمل ريفرس لو انت عايز تعمل ريفرس للدايركشن. يعني مثلا ده تعال نصغرها دي كده، يعني مثلا هنا من الكبير للصغير انت ممكن تعمله من الصغير للكبير لو انت عملت ريفرس للاكس كده، اللي هو من الصغير للكبير او من الكبير للصغير وهكذا، تنازلي او تصاعدي. والجروب باي ويدز دي اللي انت تصغر العمدان او تقللها، دي برده موجوده. وفي كمان بقى اللي انت تمام كده يا شباب معايا؟ معايا صح يا شباب؟ طيب ممكن كمان بقى نزود الليجند دي مثلا، نخليها مثلا دي كبيره مثلا زي مثلا، لا الليجند دي اللي هي الرقم، خليها مثلا وليكن كده. ده الشكل ده كده كويس ماشي، ده الشكل كده كويس ده كده يا شباب. وممكن كمان مثلا ايه معايا، احنا عايزين بس نزود ال ثواني بس، احنا عايزين نزود الداتا ليبل. الداتا ليبل هنيجي هنا كده الداتا ليبل اهي، لا احنا عايزين نزود دي كده شويه بالظبط اهي، نخلي الكلام كده يبقى اونلاين وكاردز وهكذا. تمام كده يا شباب؟ تمام. ممكن بقى نخليها اللي هي، لا انا عايزها تبقى السيلز بتاعتها تبقى موجوده هنا. يبقى الشارت دي اسمها سيلز. ممكن كمان بقى ان انت بصوا من الاخر يا جماعه، انتوا ممكن تقدروا ان انتوا تعدلوا في اكتر من حاجه جوه البتاع ده. ممكن تحط لها تشارت تايتل، انت ممكن تضيف لها مثلا تايتل زي مثلا ايه سيلز. بصوا اللي هي اتعمل لها زي تايتل، بس انا خليها بالليجند زي ما هي. الليجند كانت شكلها حلو، دي اسمها سيلز. تمام كده يا شباب؟ انتوا شايفين صح؟ انتوا متابعين اساسا ولا ايه؟ ولا انتوا متابعين هنا ولا متابعين معاكم في يعني انتوا متابعين هنا مش متابعين على اللينك؟ خلاص دي الشارت الاولانيه اهي كده، نفترض اهي كده اهي. في ممكن بقى نعمل ايه مثلا، نشوف الشرايح، نشوف مثلا كل شريحه اتباع منها قد ايه. يعني لما نيجي مثلا ناخد الشريحه دي مثلا نخليها مثلا كام انسرت في، عايزين باي تشارت، باي 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 تشارت اهي، نقول له هنا. بص شايفين الاحمر اللي بيظهر ده كده الالاينمنت دي جميله، دي يا ريتها في الاكسل، الحركه دي يا ريتها في الاكسل. شايفين دي بيقول لك انت لو انت عايز تخليها بمحاذاه الشارت اللي جنبيها،
للاسف في الداشبورد بتاعت الاكسل تلاقي الارقام، تلاقي مثلا الشارت بعيد عن الشارت كده، فاهمين؟ لكن دي بتخليها لك بالمسطره زيها زي الباور بي اي. بص كده لما تيجي تدوس عليها كده وتسحب دي لتحت كده، بصوا ظهر الشكل، شايفين الازرق ده اللي هو بيقول لك دي قد دي، فاهمين قصدي؟ اهي خليها كده ونقول له مثلا، هو بس هو برضو عملها لك برضو بالمنظر اللي هو البيمنت مود دي، او لما تيجي تدوس هنا كده هو اخترع لك انت اول ما بتدوس انسرت تشارت هو بياخد اي ارقام يروح عارف عنده، فاهمين قصدي؟ فتعمل ايه؟ هتيجي هنا كده في السيجمنت، اهي السيجمنت سيجمنت سيجمنت، فين سيجمنت؟ سيجمنت اهي، ونحطها مكان البيمنت مود دي. بصوا ابتدت تتغير السيجمنت، هتغير كونسيومر وكوربريت وهوم اوفيس، تمام؟ وفي المتريك سيلز، احنا عايزين السيلز المتريك دي اللي انت بتجمع فيها، تمام؟ طب الليجند، بصوا يا شباب بقى، انا دلوقتي مثلا عايز اشيل كلمه كونسيومر دي، يعني كونسيومر وكوربريت عايز اشيلها، يعني ما اخليهاش جامعه. ممكن اجي هنا كده الجزء ده يا جماعه اسمه ليجند، اسمها ليجند، الليجند دي اهي اسمها ليجند اهي اهو. ممكن كمان بقى تحولوها ما بين الباي شارت ل دونت شارت اللي هي دونت، بس احنا خلاها في الباي عادي اهي. والليبل، الليبل اللي انت ممكن تخلي الكتابه اللي هي لجوه 48 دي مثلا تخليها رقمها اكبر شويه، يعني تيجي هنا كده في الليبل مثلا تخليها مثلا وليكن 20 مثلا، بصوا الرقم كبر اهو شويه، فاهمين قصدي؟ نعم؟ لا كل ما تزود، لا هتزود اهو، لا تزود اهي، لو انت خليتها مثلا 30 هتلاقي رقم كبر جدا. اه تمام، وصل كده شباب؟ معلش معايا؟ ماشي تمام. هنا مثلا تقدر تغير كمان الـ 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 الخط بتاع الفونت بتاعها، وتخلي هنا مثلا البرسنت. بص بقى هنا يا شباب، هنا الجزء ده مش موجود زي الاكسل وزي الباور بي اي، الحته دي مش موجوده في لوكر. انت هنا في لوكر ممكن تقول له انا عايز السيجمنت اللي هو كوربريت، عايز كوربريت، عايز بيعه بكام، عايز نسبته في التحقيق كام، صح؟ اللي احنا عملناها كذا حاجه، ان انت بتقسمها لكذا حاجه، كوربريت البيع البرسنتج بتاعتها، ونحطها في لاين تحت بعض، يعني كوربريت بعد كده البيع بتاعه بعد كده البرسنتج. هنا مفيش، الموضوع ده مش موجود، لان انا مسكت شارت شارت قعدت اراجعها، ده من زمان هي الحته دي مش موجوده، يعني الحته دي لا اما ليبل بس، لا اما يعني هنا مثلا يظهر لك ايه النسبه بس. طب انا عايز مثلا يظهر لي النسبه والفلوس والكاتيجوري نيم اللي هو لك، لا مفيش كلام، مفيش اي حاجه واحده. هتيجي تدوس هنا، يا اما هنا ليبل، هتيجي تدوس هنا ده الكونسيومر، او هنا مثلا تدوس هنا، بص مفيش حاجه، مفيش اول دي، يا اما هنا او فاليو يقول لك الرقم. طب انا اقلل كده الرقم ده شويه، يعني لو قللنا دي كده مثلا خليناها مثلا 20 هيقول لك كام، يعني خليها كام مثلا 16 عشان الارقام تظهر. اهي بصوا هي مفيش حته اللي انت يقول لك ان الباي دي فيها ايه، فاحنا بنقول لي مثلا ايه، نخليها مثلا ايه بالبرسنتج، اهي خليها برسنتج عشان الموضوع بينفع، ونخلي مثلا ايه الليجند دي نخليها، شايفين الليجند دي بدل ما تبقى بالجنب هنا نخليها تحت هنا كده، بحيث ان هي تاخد مساحه اكبر، فاهم قصدي؟ الموضوع بص نظري بحت، انت تبقى كده ممكن تزهق وانت انا مش واثق، انا عارف انا عارف انا عارف انا متاكد هتنزل على اليوتيوب. اسهل بكتير، اسهل بكتير. فبصوا بقى يا باشمهندس، انا متاكد يا باشمهندس والله، انا عارف لما بشرح لوكر بالنسبه للتاني، انا عارف بشوفها في عينيهم والله اهو. بص اهي كده، ممكن نوسع دي كمان، نخليها كده هنا كده. طب انا لو انا دلوقتي مثلا لو انا عايز اعرف اديها مثلا زي خلفيه او اديها سيم، ممكن اجي هنا اعمل مثلا سيم، مثلا سيم بالمنظر، لا لا مش الدرجه، ممكن نخليها مثلا سيم، انا عايز خلفيه تكون رمادي عشان اشوف الحجم، لا خلفيه دي كده عشان اشوف المنظر ده كده، تبقى ابقى شايف الحدود بتاعه الحجم. ونعملها مثلا هنا كده، ممكن ندوس هنا كده نعمل حاجه اسمها زي بوردر او شادو، شادو يدي شكل احسن. بصوا هوريك هنا كده حاجه هنا حلوه قوي، لما تيجي تدوس على ستايل وتنزل تحت خالص هنا كده، في حاجه اسمها اد بوردر، لما تيجي تدوس على اد بوردر بص بيبتدي يديها حدود، خدت بالكم متحدده اهي. ممكن هنا لما تيجي تعمل دي كده هنا وتيجي هنا في ستايل، بص يا جماعه اي حاجه تخص الفيجوال او الوانات الفيجوال او اي حاجه اسمها ستايل،
لو دوست على كلمه دي كده ستايل هتلاقي الداتا اهي كده هنا. ممكن مثلا تقول له مثلا عايز نخلي مثلا البوردر ده مثلا ب2 مثلا او كده كده اهي، ونعمل له ستايل دي كده. بصوا انا هتكلم بسرعه شويه، انا عارف يا جماعه ان انتوا ممكن يكون الناس ممكن تكون عشان ما بتستخدمش بايديها فالموضوع بيزهق شويه. انا مقدر اللي انتوا فيه والله. لا بس انا مقدر لو انتوا ما بتستخدموش بايديكم فالموضوع بيبقى بيزهق شويه، انا عارف. بس صدقوني الموضوع بيبقى احسن بكتير قوي لما انتوا في الاخر تعملوا داشبورد وتعملوها شير، الموضوع بيبقى احسن بكتير قوي. فانا هوصل لكم بس الفكره دي، ان انت ممكن تقدر تعمل بوردر مثلا وليكن بالشكل ده كده، او عملته مثلا بوردر اهو شكل هو تحدد اهو لوحده. ومثلا نيجي نعمل هنا كده، لو انا عايز مثلا اخد الفورمات اللي في الفيجوال دي انقلها على الفيجوال التاني بدل ما اقعد كل شويه اقعد اعدل. طب تعالى نشيل مثلا البوردر ده كده، نقلل الحته دي شويه، هنيجي ستايل اهي ونيجي عند البوردر دي خليها واحد هنا كده ونخليها بالمنظر ده تمام. هنيجي هنا كده كليك يمين وكوبي وننقلها هنا كده كليك يمين. في حاجه اسمها بيست سبيشال وحاجه اسمها بيست ستايل اونلي، انت تنقل الستايل اللي كان في الفيجوال ده تنقله هنا، دوس هنا كده هتبقى متحدده وشكلها يعني فاهمين قصدي ان هي معمول لها تحديد ومعمول لها بوردر بدل ما كانت الاول كانت ابيض بس كده تمام. ده كده ده الشكل اهو، ثواني بس كده اهي نحط بس الحته دي كده كلام. نيجي هنا كده في السلايدز الليجند ونخليه بالجنب كده عشان الليجند كبيره قوي، ثواني كده نخليها 16 خليها تحت كده بالظبط كده اهي. فانت عندك الكونسيومر بياخد اكتر حاجه بتتباع، واخد 48% من بيع الشركه كله. بصوا كده الشكل ابتدى يوضح شويه صح. طب تعالوا مثلا نجرب حاجه ثانيه، مثلا نجرب ان احنا عايزين نعمل مثلا لاين تشارت، ايه رايك نعمل انسرت هنا كده في حاجه اسمها لاين 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 لاين، فين لاين تشارت موجود؟ خليها تايم سيريز تشارت، هنيجي نقف هنا كده اهي وهنيجي هنا كده خليها بالمنظر ده تمام. ايه موجود؟ كونتري لاين شارت مثلا اهي. ممكن نخلي بيقول لك هو عملها لك على الاوردر ديت على طول، الاوردر ديت والسيل. طب انا دلوقتي بصوا يا جماعه الحته دي، الحته دي مهمه شويه، الحته دي مهمه. دلوقتي بصوا الشكل، الشكل المستفز ده، بص الشكل عامل ازاي. هو ده لاين شارت فعلا وجايبها لك بالمنظر ده. فاكرين حته البيفت تيبل المره اللي فاتت لما احنا قلنا الجروب مش بتاعت اللي فاتت او اللي قبل فيها في البيفت تيبل، مش احنا عملنا جروب كده للير والكوارتر والمانث والدي، فاكرين الحته دي؟ في هنا شايفين المنظر، منظر مستفز قوي، انت مش شايف حاجه. فتيجي هنا في حاجه هنا لما تيجي تقف عليها اسمها دريل داون. دريل داون دي هتلاقوها كمان في البار بي اي، اسمها دريل داون، اختص اكتر اسمها دريل داون. اول ما تدوس على دريل داون دي كده بص فتح لك يير ومانث، يير ومانث، انا مش عارف اقول مانث دي مانث بس هي تبقى مانث. ازيك يا مانث عامل ايه؟ تمام. تبقى يير وير مانث واوردر ديت. احنا ممكن مثلا نشيل اوردر ديت دي كده ونخليها مثلا بالشهر بالظبط كده، بقى المنظر بقى احسن. فاهمين قصدي ايه؟ لا بص بقى الحته الاحسن بقى كمان، لما تيجي تدوس على في، لا استنى نشيلها معلش، انا اسف نعملها تاني معلش، هوريكم ليه احنا عملنا اللقطه دي. هنعمل هنا بس انسرت تايم سيريس اهي، تايم سيريس تشارت، نقف هنا كده. هو اوتوماتيك قرا شويه داتا فيها، قرا شويه داتا فيها تواريخ وحط لك السيلز جنبيها، هو اوتوماتيك بيكريت لوحده يعني، فاهمين قصدي؟ يعني هو انت مش بتكريت شارت كده فاضيه وانت بتعجب تحذف الحاجه عليها، لا هو بيكريت اوتوماتيك. فنيجي هنا كده شايفين المنظر ده، هنعمل حاجه اسمها دريل داون. دريل داون دي اسمها الير، بصوا ظهرت هنا. بصوا قبل ما تدوس على كلمه دريل داون، لو تعالوا كده اوريها لكم، بصوا المنظر ده هنا، المنظر ده، ده اي تشارت فيها المنظر ده هتلاقي المنظر ده فيها. لما تيجي هنا كده وتدوس على كلمه دريل داون، بصوا هنا كده ظهر السهم ده، ظهر السهم ده، السهم ده اول ما تدوس عليه كده ابتدى يطلعها لي اهي، اسمها دريل داون. انت بتفلتر جوه الفيجوال، فاهمين قصدي؟ يعني انت بتفلتر تقول له طب لو السنه، تدوس على السنه كده يروح مدخلك على الشهور اللي بعديها. طب تعالى كده نبص على دي، فاهمين؟ تعالوا كده بصوا كده شايفين مثلا دي، نعمل دريل اب تاني، لا دريل ده اب تاني، بصوا دي سنه 2019 ودي سنه 2020 هي طالعه تمام؟ ما فيهاش حاجه يعني،
انت كده مش فاهم حاجه. لما تيجي تدوس على اللي هي علامه السهم الدريل داون دي، تدوس عليها كده مره، دخلك جوه الشهر، دخلك قصدي جوه السنه. اهي ثواني، اهي كنترول، اهي مش احنا كنا تعال نطلع فوق هنا تاني، مش هي كانت 2019 وهنا 2020؟ لا هو عمل دريل داون، انت بتحفر يعني اسمها دريل، انت بتضغط بتغطس جوه الداتا تاني. يعني احنا هنا هندوس على دي كده. بصوا يا شباب هندوس على دي، ايوه جوه السنه، جوه الفيجوال، جوه مانث يعني. هندوس على دي كده، اهي هندوس على دي كده، كده ظهرت ايه؟ ان كل شهر من السنه 2019 كل شهر لوحده بالظبط. اه ولو دوست هنا كده سنة، ولو دوست انتوا كده كويسين يا شباب، ولما احنا كويسين يعني، ولما تيجي تدوس على دي كمان هيبتدي يعمل دريل داون من الشهر لليوم. كل ده جوه ايه؟ جوه الفيجوال. انتوا فاهمين قصدي الحته دي؟ الموضوع ده حلو قوي على فكره، اسمها دريل داون. افتكروا الكلمه دي شويه، افتكروا الكلمه دي عشان الكلمه دي هتلاقوها في الباور بي اي. انت كويسه يا ستي؟ ايوه اه يا ماشي، ربنا معاك. ماشي، في حاجه اسمها دريل داون، في حاجه اسمها دريل داون يا جماعه هتفرق معاكم كتير قوي في الباور بي اي، لان انت بتعمل فلتر جوه الفيجوال. يعني الشارت اللي انت موجود فيها تقدر تضغط فيها وتعمل فلتر جواها، تمام؟ فاحنا هنخليها بالمنظر ده كده، نخليها بالدريل داون بالمنظر ده كده. خلاص؟ فهنخلي دي كده هنا. وننقل بقى، بصوا شايفين الفرق ما بين بصوا شايفين الفرق ما بين الفيجوال دي، بص شكلها عامل ازاي هنا كده، اللي هي عندها حواف واللي هي بوردر وكل حاجه. انا عايز انقل الشكل ده كده زي هنا كده، الحته دي هنا فلات كده، الشكل ده كده فلات. فاكرين في الاكسل في حاجه اسمها فورمات بنتر اللي عامل زي المشت، فاكرينها صح يا شباب؟ انت هتيجي هنا كده عامله اهي، دوس كليك يمين هنا على اي فيجوال انت عايزه، كليك يمين كوبي، وبعد كده هنا كليك يمين بيست ارت ستايل. اول ما تدوس على كلمه ستايل هيبتدي يظهر البوردر زيهم. وصل كده يا شباب؟ بحيث انت ما تعدلش كل بوردر لوحدها. خلاص كده احنا عملنا اول دي، قصدي دي ثالث واحده. خلاص خلينا بالمنظر ده كده، نوسع الكلام ده كده شويه، تمام؟ واحنا عملنا دي كمان الشكل ده، تمام؟ احنا مثلا عايزين نعمل واحده كمان مثلا عشان نزود عليها اكتر، نزوم عليها قصدي اكتر، اهي نصغر دي كده شويه، ودي نصغر ننزلهم كده شويه لتحت، تمام؟ تمام كده يا شباب؟ تمام كده؟ تمام. احنا ممكن كمان بقى نعمل، معلش ممكن نعمل كمان بقى حاجه تانية اخيره عشان نبقى احنا وصلنا كده مرحله كويسه. ممكن نعمل مثلا واحده مثلا بالبار تشارت وتبقى فيها الستيت. الستيت ليه كتير؟ الستيت عشان البار تشارت لما بيكون فيه قيم كتير تتعمل كده احسن ما تتعمل بالكولوم. هوريكم دلوقتي الشكل. هنعمل حاجه اسمها انسرت، بار 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 ماب. تعال الماب اهي، بابل ماب دي مثلا، بابل ماب اهي. والله بصي هو بيلقط لوحده يعني، خدت بالك؟ بصي بيقول لك ايه، هو الحاجه دي في الكونتري اللي هي امريكا، فطب انا عايز مثلا احط مثلا فيها حاجات اكتر. بصوا يا جماعه، بصوا معلش، اللوكيشن ممكن نشيل كونتري دي مثلا ونحط مكانها السيتي. بس هل فيها لوكيشن بالظبط؟ هو قرر كمان اللوكيشن كمان. بصوا يا شباب، انت لما تحط السيتي بيقرا فيها اللوكيشن. طب ممكن بقى نعمل، بصوا نعمل بقى حاجه، في حاجه اسمها تول تيب، في حاجه اسمها كلر دايمنشن. الكلر دايمنشن دي اللي انت حاجه تخص الالوانات هنا. السايز بقى، بصوا الحته دي، الحته دي هتفرق معاكم قوي. السايز انت ممكن تقول له كبر لي المدينه اللي فيها بيع كتير، تعملها لي دايره كبيره كده، بحيث ان انت يعمل لك يكلاسيفاي الداتا او المدن بحسب كبر البيع اللي فيها او حسب كبر الكوانتيتي اللي فيها، بحيث ان انت لما تلاقي مثلا دايره كبيره هنا كده اعرف ان دي فيها بيع كتير. فاهمين قصدي ايه؟ هايلايت. بص يعني مثلا ما اجي اسحب مثلا السيلز دي كده واحطها في السايز، بص شايفين الدايره كبرت الكبيره قوي دي كده، الحته دي بصوا، بص شايفين الدايره كبرت ازاي هنا كده، وهنا الدوائر صغيره ازاي، شايفين ولا ايه؟
فهنا كده الشكل ده نيويورك سيتي مثلا السيلز فيها مثلا 154,000 جنيه، 154,000، خدت بالكم؟ لما نيجي نقف على دي كده 100 مش موجوده، فخدت بالكم؟ فتلاقي الدايره الكبيره دي يبقى في بيع كتير فيها، فاهمين قصدي؟ انت ممكن تعمل في الماب دي تقدر تقول له انا عايز اعرف ايه المدن اللي فيها بيع كتير على الماب، تروح بس حاطط له في السايز دي الحاجه اللي انت عايز تشوف البيع فيها، بيع كوانتيتي ايا كان مثلا بتخسرنا بروفيت ايا كان، يعني ممكن تشيل السيلز دي مثلا وتحط مثلا كلمه كوانتيتي. بصوا هتلاقي الدوائر هنا اختلفت. او بصوا برده لسه طبعا نيويورك سيتي اكبر واحد، لكن لما اجي اشيل الكوانتيتي بص من هنا هتلاقي كلهم، لما اشيل الكوانتيتي دي كده هتلاقي كلهم دوريات زي بعض، يعني اهي كده هتلاقيهم كلهم زي بعض. لكن اول ما اجي احط مثلا البروفيت، مثلا بروفيت مثلا احطها من السايز هنا اي، قال لي ان برضه نيويورك عشان طبعا نيويورك اكبر فهي بايع اكتر حاجه. تقول ايه؟ اي حاجه تقدري تحسبي بيها حجم الحاجه اللي بتحصل، يعني مش لازم سيل، يعني مش ممكن مثلا يقول لك مثلا انا عايز اعرف ايه المدن اللي فيها قروض كتير، صح يا باشمهندس ولا ايه؟ قروض كتير، ايه الناس اللي ايه المدن اللي فيها قروض بيتحط فيها قروض كتير او الناس بتاخد قروض كتير فيها؟ انا قصدي انتوا تقدروا تحطوا اكتر من مترك او اكتر من حاجه فهنا كده، تمام؟ نعمل دي كده. او طبعا فيها هنا طبعا زوم سلايدر انت ممكن تعمل اهي، بصوا حجم نيويورك ما بينها، ما بينها قصدي وما بين الباقي عامله ازاي، بصوا نيويورك قد ايه والباقي حواليها صغيرين ازاي. فنيويورك نعم اسمه زوم سلايدر موجود في باور بي اي بالظبط، تمام كده يا شباب؟ فالحته دي حلوه جدا. طب احنا مثلا عايزين مثلا نحط مثلا في الفيجوال ده مثلا حاجه نفلتر بقى بيها، نفلتر بيه احنا قلنا ان اد كنترول دي ده الجزء ده بتاع السلايسر، ده بتاع الفلتره. بس قبل ما نعمل الاد كنترول احنا ممكن نحط لها بقى داشبورد، يعني نكتبها بقى بشكل كويس. شايفين تيست دي كده، نكتب مثلا هنا كده في التيست اسمها فيلز داشبورد. بصوا يا شباب انا بشرح لكم بيزك البيزك، انا مش بعمل لكم فانسي داشبورد ولا حاجه، انا بوريكم بس الحاجه اللي ممكن دي البيزك بتاعتها عشان تشوفوها بعدين. تعال نسحب دي كده لتحت شويه كده، ونسحب دي كده لتحت لا نسحب دي كده لتحت شويه بالظبط، ونسحب دول كده لتحت شويه. نكبر دي كده شويه اهي، ونكبر دي كمان اهي، بس كده كده كويس قوي. ممكن نعمل هنا مثلا انسرت. بصوا يا شباب معلش خليكم بس معايا كده لحظه. انسرت في هنا قصدي حاجه اسمها تكست بوكس، اللي هي تكست اللي احنا عاملينها دي، نعمل تكست دي كده ونعملها بالمنظر ده كده. مثلا هنا نكتبها مثلا سيلز داش بورد، ونخلي الكلام مثلا يبقى بال 48 مثلا، لا انا عايز نعلم عليها كده ونخليها مثلا 48، ممكن تخليها مثلا 60 70 بس كده اهي، وبالمنظر ده كده. ونخلي باك جراوند مثلا باللون، احنا ماشيين ازاي باللون مثلا الازرق عشان طبعا يعني نبقى على الاقل ماشيين تبع الشكل اهي. ونخلي الكتابة دي كده مثلا باللون الأبيض، ونخليها مثلا بولد اهي كده بالمنظر ده، يعني إلى حد ما تبقى كويسة إلى حد ما. ممكن بقى اللي احنا بقى عايزين نعمله بقى إيه، إن احنا نزود هنا بقى إيه انسرت، قصدي هنا اد شارت، ومثلا نحط مثلا هنا كارد اهي كده، كارد هنا كده. بس الكارد دي بقى أحلى ما فيها، الكارد اللي احنا بقى اللي احنا كنا بنتعب فيها بقى وشيب وانسرت، هي جاهزة هي ما شاء الله اهي كده اهي، زودها كده هنا. هو بص هو قرا على طول ان الكارد دي سيلز، قرا. انت ممكن بقى تروح عامل ايه؟ تروح عامل دي مثلا كده هنا في السيلز في الستايل دي كده، وتروح قايل له كومباكت. شايفين الكلمه كبيره ازاي؟ خليها كومباكت بحيث نشيل الثلاثه. بص 1.6 مليون حلوه جدا. وتقول له مثلا لا انا عايزها مثلا تبقى كده مثلا، اللي هي الجزء مثلا اللي هو ايه؟ ديسيمال كومباريزون 2، يعني 1.5 مليون كده بالمنظر ده كده. ونخلي مثلا الكتابه بتاعتها مثلا تكون، نكبر دي مثلا شويه كده مثلا تبقى 30، او مثلا نخليها مثلا 48 كده المنظر ده اهو، صغرها كده شويه.
ونخلي دي كده هنا كده ونخليهم كلهم في النص. اهي اهي، تعالى كده نعمل كده هنا كده، هتلاقوا الشكل ده كده نصغرها سنه كده ندخلها جوه ال. بصوا يا شباب معلش انا مقدر، انا مقدر معلش، انا بس عايز اديكم بس حاجه، انا مقدر ان انتوا في ناس زهقانه، في ناس ملانه من المحاضره، بس انا فعلا انا مقدر، لان انا على طول انا بشرح الحاجات اللي فيها فيجوال كتير دي الناس بتنام، انا عارف. وكمان المشكله الاكبر ان انا بشرحها في محاضره واحده، فاهمين قصدي؟ فالموضوع بيبقى بينايم اكتر. مفيش تاني، هي مره واحده بس يا باشا، بعد كده باربي اي خلاص يعني. فانا عارف انه مقدر جدا الناس بتكون زهقانه، بتكون بتنام، انا مقدر الحته دي على فكره، بس اتمنى بس منكم بس تركزوا معايا في الحته اللي جايه دي معلش، وبعد كده هسيب لكم الراحه بقى انتوا عاملين اللي انتوا عايزينه في الداشبورد دي. خلاص بصوا يا شباب، احنا اول حاجه هنعمل الداشبورد دي هنبقى دي سيلز، هنعملها كنترول سي كنترول في، وناخد واحده كده جنبيها هنا كده، ونحط مثلا دي بقى تبقى الكوانتيتي او بروفيت بقى، نخلي البروفيت دي على طول. تمام، انا حط انا بسحبها اهو، خلي بروفيت مكان السيلز اهي كده، هتبقى دي اسمها بروفيت. وهنيجي هنا في البروفيت كده نعمل هنا كده، نعمل هنا ستايل، ونيجي هنا في كومباكت نمبر ونخليها تبقى بالزيرو، بحيث ان هي تبقى رقم 175000 جنيه على طول. جميلة جميلة بجد بجد. اسمع بص بقى الحتة دي يا باشمهندس، بص احنا بقى دلوقتي تقدروا دلوقتي، تقدروا دلوقتي حرفيا تقدروا تسحبوها من على موبايلكم او من على الواتساب. فاكرين اللينك الفاضي اللي انتوا كنتوا فاتحينه التست ده خالص؟ تقدر دلوقتي اتملى. يعني دلوقتي انا فاتح باعت لكم اللينك من اول الصبح. قال له انت انهي لمبة منورة؟ قال له لمبة الحمام والمطبخ، انت عايز ايه؟ تمام تمام نعم تفضل. ايوه ما انا هعملكم ده، اوريكم ده. بصوا يا شباب دلوقتي انتوا دلوقتي مش فاتحين اللينك دلوقتي، معلش صمون انت معايا؟ معلش بجرب الاسم، الموضوع عجبني قوي الصراحه. اللينك يا جماعه اتبعت من استاذ عمرو من بدري، تمام. اللينك ده كان اول ما انتوا فتحتوه كان فاضي تماما، اللينك ده دلوقتي اتملى. اللي اونلاين لو انتوا سامعيني ممكن تخشوا على اللينك اللي استاذ عمرو بعته على الواتساب، هتلاقوه دلوقتي مليان. اول ما انتوا فتحتوه كان الاول كان فاضي، دلوقتي بقى مليان. بصوا كده سيلز داشبورد، احنا نسينا بس نحط كمان بصوا لو تلاحظوا هنا الثلاثه دولت ليهم بورتر، ليهم حز، ليهم كده زي اطار، وليهم زي شادو تحت، يعني زي دي اما دي مالهاش، اللي هي الماب مالهاش. فنيجي بقى نعملها هنا كده، انتوا لو دخلتوا على اللينك مالكوش دعوه بيا، انا هعملها هنا. كليك يمين كوبي، كليك يمين بيست سبيشال، بس كده اتعملت اهي، ونعمل شير فيو. شفتوها؟ فتح اللينك، اللينك ده اول ما انتوا فتحتوه كان فاضي تماما. دي حلاوه الباور بي اي يا شباب. اللوكر لا اكيد، لا انت ما تعديتش، ما انا على حسب ما انا عاملها. بص بقى اقول لك صح، ده من ضمن الاسئله الجميله. بص في الشير هنا يا جماعه، في الشير اتفضل اهو، اهو اتفضل اهو، اتفضل اهو. بصوا في هنا بابليك، بصوا عشان بس اوريكم، انا معاك. السلام عليكم. بصوا هنا شير ويز بيبل، ممكن تحط لهم اللينكات بتاعت الايميلات بتاعتكم، تقدروا تعملوا ايديت عليها، او طبعا انا اهو البابليك بتاع ممكن نعمله بابليك او ريستريكتد، اللي هو يبقى مقفول علينا احنا كلنا. والان ليست طبعا ان انت تدي اللينك ما يبقاش مفتوح للناس بابليك، وطبعا بتاع فيور او اديتور، بس انا مش عايز اخليها اديتور عشان ممكن ببص. خلاص كده، فدي هتبقى كده كويسه قوي. انتوا لو فتحتوها دلوقتي، انتوا لو فتحتوها هتقدروا تشوفوها دلوقتي. انتوا لو دخلتوا على اي حاجه من دي ودوستوا على كود دي مثلا او اونلاين، يعني بص يا باشمهندس الحته دي حلوه، لما تدوس على اونلاين دي كده بيبتدي يفلتر لك. بص اونلاين بيبتدي يفلتر لك، دي حاجه اسمها كروس فلتر، بيبتدي يفلتر لك اللي حواليها، خدت بالكم؟ يعني مثلا كود دي بتبتدي تتغير الداتا معاها، فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني بمجرد ما انت بتضغط هي، يعني بتيجي تدوس مثلا على، بص اول ما دوست على الكونسيومر ايه اللي حصل؟ ابتدت تتحول على الكونسيومر، ابتدى يعمل الحاجه بتاعتها، فاهمين قصدي؟ فالموضوع ده حلو جدا. طب انا دلوقتي مش عايز افلتر من الداتا نفسها او من الفيجوال نفسه، فاهمين يا باشمهندس؟ يعني انا دلوقتي مش عايز افلتر من الفيجوال نفسه، اعمل ايه؟ دلوقتي بقى سلايسر بالظبط، تعالى بقى هنا كده، هنا كده ممكن نشيل مثلا وليكن البروفيت دي مثلا، نشيلها مثلا، وهنيجي نعمل هنا كده انسرت او اد دي
قصدي اد كنترول، اد كنترول معلش، اد كنترول، في دروب داون، في دروب داون، في اكتر من حاجه. تمام، ممكن مثلا نقول له مثلا ايه، ممكن نخليها مثلا دروب داون، خليها دروب داون دي كده وننزلها هنا كده. بصوا الدروب داون هو نفسه اوتوماتيك، بصوا يا شباب هو اوتوماتيك عمل اختار. بصوا اللوكر ده من يعني ما اعرفش دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، ما اعرفش، بس هو بيروح واخد حاجه من الداتا يعني من الاخر انا بوريك انا هقدر اعمل ايه. فبص هنا اول ما دوست على كلمه اول ما دوست على كلمه دروب داون جاب لي على طول بيمنت مود. لو ما تيجي تختار هنا كده فيو كده، انتوا دلوقتي تقدروا تفلتروا هنا، يعني اي حد ممكن يدخل يفلتر دلوقتي. لو انت دوست هنا كده ودوست على اونلاين كده هيبتدي يجيب لك كل حاجات الاونلاين ويبتدي يجيب كل حاجه. فاهمين؟ طب انتوا عايزين نرجع نعمل ريسيت. على فكره ممكن تجربوها دلوقتي، موضوع متعب انا عارف، موضوع من غير ماوس متعب. ماشي ربنا معاك. لا مش عارف الورق فين. اتندنس، اتندنس فين يا شباب؟ يعني اعمل ايه؟ ما قلتلكش ايه؟ دوس دوس ريفريش. نعم ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ طب لو في حاجه قولوا لي شباب، انا برضو محتاج اعرف الثلاث اسامي بالمره، طلب فرض عايز اعرف اساميهم. شباب انتوا طب قولوا لي في حاجه، قول لي قول لي قول لي قول لي. انتوا بتشتغلوا معايا صح؟ طب ايه بقى ليه؟1.6. ايوه ما عشان ما تقربها لاقرب حاجه، خليها الديسيمال تبقى 2. ايه يا فندم في ايه؟ بصوا يا شباب هنا عشان بس اوريكم بس شويه حاجات تاني. وصل كده شباب؟ تعال نشوف، تعال نشوف. بص يا شباب احنا دلوقتي عملنا، معلش احنا دلوقتي عملنا سلايسر من ال عملنا سلايسر على ال مش سلايسر اسمها دروب داون. عملنا دروب داون اهي تمام، عملنا دروب داون على دي. طب انا دلوقتي عايز اعمل ايديت اهي، ايديت تمام تمام، وهاجي مثلا اختار هنا اد كنترول، ومثلا اختار مثلا وليكن تمام. ايوه ايوه لحظه حاضر حاضر حاضر. بصوا يا شباب في هنا حاجه اسمها ريسورسز، ريسورسز اهي، في حاجه اسمها مانج ادد داتا سورس اهي، دوس عليها. تعالوا كده نبص كده، احنا دلوقتي عاملين ايه؟ عاملين ان احنا واخدين الستور من شيت واحد، والشيت ده التايب بتاعه اسمه او اسمه كونكتور، اسمه جوجل شيت، واحنا عاملين فيها 6 شارت فعلا بالظبط. وهنا وركينج احنا شغالين، ممكن نعمل ايديت هنا كده. بصوا ايديت دي انا هرجع لك يا سيف، حاضر ايديت دي، دي الشكل اللي احنا بيجي لنا على بيجي لنا من الداتا. بصوا هنا كده لما تيجوا تشوفوا هو بيروح عامل لك ريكوردد كاونت، اللي هو بيقول لك ايه، انا بعمل لك كاونت على الصفوف اللي موجوده جوه الشيت كله. فانا بقول انا مش عايزها، اروح اعمل كده. وفي حاجه اسمها هايد، هايد دي اللي هي ايه، ما بيظهرش في الشيت، ما بيظهرش في الداتا من فوق. لما تيجي تعمل مثلا هنا على الرو دي مثلا كده وتعمل لها هايد، ما بتظهرش في الداتا اللي انت بتظهر لك على الفيجوال. تمام، هرجع لك سيف حاضر. تمام، في حاجه اسمها هنا كده اد فيلد، اد فيلد ده اللي انت لو عايز مثلا، فاكرين السيلز لما احنا قلنا عايزين نعمل في البيفت تيبل عايزين نعمل كالكوليتد فيلد، كالكوليتد كولوم،
كالكوليتد فيلد دي اللي احنا عملناها في البيفت تيبل، عملنا معادلات جوه البيفت تيبل فاكرينها دي، ممكن تعمل معادله جوه معادله جوه اللوكر بحيث ان هو يعمل معادله جواه، مش على جوجل شيت، فاهمين قصدي؟ يعني تيجي هنا كده في دي هنا كده اد شيت اد، بص اد هنا اد كالكوليتد فيلد، افتكروا الكلمه دي، الكلمه دي مشهوره جدا والكلمه دي مهمه جدا في كل الحاجات، في الباور بيف في البيفت تيبل، بيفت تيبل اللي هو الاكسل والباور بي اي ولوكر. دوس هنا كده اد فيلد اهو بالظبط. انت دلوقتي انت عايز تعمل ايه؟ الفيلد نيم اسمه ايه؟ اقول له مثلا وليكن انا عايز اضرب السيلز، انا بس بوريك معادله يعني، انا عايز اضرب السيلز مثلا في 14%، لا اقول له مثلا ايه هي ده السيلز بعد الضريبه، يعني مثلا نكتب تاكس مثلا 14% اهي، نقول له مثلا هنا ايه؟ هنا انت السيلز بتاعتك ايه؟ هو لو المعادله صح هيخليها لك تمام، يعني هيظهر لك علامه السيف، لو المعادله غلط لازم يعني شوف بقى لحد ما توصل للصح، فاهمين قصدي ايه؟ يعني مثلا نقول له ايه، احنا عايزين السيلز دي، السيلز اهي تعالى نصغرها كده، السيلز اهي ندوس عليها كليك واحده اهي ظهرت لي تمام. دي اللغه اللي اسمها لوكال لوك ام ال ال ام تمام اهي، في 14.14 اه لا تمام احنا كده ماشيين صح. اول ما تلاقي كلمه سيف دي اعرف ان صح. طب لو انا كتبت مثلا ليكن سيف مش سيف اهي في 14 بعد كده ندوس سيف كالكوليتد فيلد سيفد سيفد اتسيفد، وهنلاقيها فين 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 فين. تعال نرجع كده تاني ندوس دون ونعمل اديت كده هنا اي تاكس 14% ظهرت اهي انا دوست الت اف 4 قفلتها ما هي كده كده مسجله انا دي برضو من ضمن البراكتس كويس اللي احنا عملناها الحمد لله يعني دوست الت اف 4 في لحظه اهو ده اللي احنا كنا شغالين عليه دلوقتي دلوقتي اهو لا مش ده اللي احنا كنا شغالين عليه اهو هو ده كده كنا شغالين على الكالكوليتد فيلد اهي بصوا يا شباب هنا بصوا تاكس مكتوب عليها تاكس 14% بصوا حتى ظهر عليها ايه اف اكس اف اكس دي اللي هي زي دي كالكوليتد فيلد دي اللي احنا ضايفينها مع الداتا احنا اللي ضايفينها تمام. تعالوا بقى نرجع لفكره معلش تعالوا بس معلش ركزوا بس معلش تعالوا بقى نرجع لفكره سيف سيف. انت دلوقتي هو عايز دلوقتي سيف يضيف داتا تاني مع الداتا دي يضيف داتا تاني لو انا عايز اضيف داتا هندوس هنا كلمه اد داتا اد داتا انت عايز تضيفها منين يا سيف؟ من اكسل شيت؟ انا دلوقتي بص انا فاهم انا فاهم بس الاوبشن ده مش عارف هو موجود ولا لا يعني ممكن لو انا جيت كان... نعم لا الباور بي اي انا عارف بيجيب لك لينك كده الفولدر بيجيب لك الفولدر ودوس براوز يختار لك الفولدر انا عارف بص بصراحه انا ما شفتهاش يعني بص مش شايف انا اهو انا دلوقتي انا بجرب معاك اهو دلوقتي مش شايف الفولدر انا عارف فولدر فيه باور بي اي لان انت لو انت مش عارف التايب بتاع الفايل اللي انت عامله حطه في فولدر واسحب الفولدر هو الباور بي اي بيديتكت لوحده لكن هنا انا مش لاقيها في حاجه اسمها فايل فايل ابلود. طب تعالى مثلا ندوس على فايل ابلود دي ونشوفها كده بس دي سي اس في سي اس في. طب لو انا ثواني كده لو انا كريت هنا كده تعالى كده نكريت فولدر هنا كده كريت فولدر ونخليه مثلا اسمه تيست ونعمل هنا مثلا سامبل ورك دي نحطها هنا كده ونيجي هنا كده فايل ابلود ونيجي عند اهو تكست اوبن لا يوجد لا يوجد لا يوجد الاوبشن ده مش موجود. طب تعالى بقى نعمل اد لو انتوا عايزين نعمل اد للداتا عموما نعمل اد للداتا اد اكسل بصوا يا شباب معلش اكسل انا بس هضيف بس الداتا تاني عشان بس اوريكم بس حاجه كده ممكن تفيدكم شويه. انا دوست لو اكسل واختار اكسل الاكسل ده الاقيه فين؟ الاقيه في التست مش موجود
ولا دي ممكن تكون اساسا سي اس في. تعالى اكسل سامبل وورك اهي. بصوا انا هوريكم بس الفرق ما بين الاكسل والجوجل شيت عشان بس تبقى انتوا عارفين الريفرش بيبقى عامل ازاي. بصوا سامبل وورك داتا سيت، لا ايه ده، هو المفروض ان هو بيحمل. ده ازاي ده؟ ده ما عملش اي حاجه خالص. طب تعالى نعمل كده تاني هنا كده، معلش اد داتا اهي، وبعد كده اكسل، وبعد كده مثلا اوردر، لا دي اتحملت، لا صح معلش لحظه بس تعالى دقيقه لحظه معلش، هو فعلا هو عمل الداتا اساسا. بصوا سامبل ورك دي اسمها ايه؟ بصوا معلش الداتا اللي احنا عملناها التست ده نخليه زي ما هو. بصوا شباب معلش معلش ركزوا كده معايا، بعد اذنكم بعد اذنكم شباب شباب معلش. بصوا شباب لما نيجي هنا كده نيجي عند ريسورسز، معلش اهي ريسورسز معلش كده اجيب بس هنا كده هي هي. بص في حاجه اسمها ريسورسز مانج اد داتا، معلش دي الداتا اللي انت ضفتها كلها، الداتا اللي انت ضفتها. بص عشان انا ضفت حاجه دلوقتي ايه، فانا يعني نسيت ايه دلوقتي. في حاجه اسمها ستور سيلز، بصوا ايه ده الكونكتور بتاعها، الداتا تايب بتاعتها دي من جوجل شيت ومحطوطه من جوجل شيت، وبعد كده احنا عاملين 6 شارت دي اللي احنا عاملينها، فانا هاجي هنا كده هدوس ريموف، هعمل ريموف للداتا دي عشان الداتا دي هي نفس الدوبليكيت بتاعت الداتا دي. تمام كده يا شباب؟ تمام. بعد كده هدوس اد داتا سورس، واجي عند اكسل مايكروسوفت اكسل، وهعمل نيو، لا مش هعمل ده داتا سورس، لا اعمل دي كده اكسل ثواني كده نكبر دي كده. هو في اللحظه دي كده الانترنت بيكون رخم اهو. فايل ابلود، وعندي هنا عن تيست دي كده، واجي مثلا زي العملاء مثلا، العملاء اتعملت اهي اوتوماتيك لسه بروسيسنج، جاي لسه بتترفع. بص هو بصراحه سيف الاكسل لما باجي ارفع عليه حاجه بصراحه مستفز قوي اهو، شايفه ايرور مش عارف ليه. انا اهو والله يعني قدامك، انا بحب جوجل شيت ايه بقى. بص هوريك حاجه فين يا جماعه في جوجل شيت، حلوه حاجه حلوه جدا في جوجل شيت، مش شيت قصدي شيت. مش ده الداتا اللي احنا عاملينها دي، الديت دي مثلا، وليكن مثلا انا عايز اعدل في الديت دي اي حاجه مثلا، زي مثلا اجي مثلا عند مثلا كلمه رو اي دي، دي الكلمه دي الكتيره دي، واروح كده مثلا وليكن محمد تحسين مثلا عشان تبقى انتوا عارفين اللقطه دي. هاجي عند الداشبورد دي، فينا اوبشن حلو جدا اسمه اللي هي الثري دوتس دي، لو دوست عليها كده ودوست على كلمه ريفرش داتا بيعمل ريفرش داتا في نفس اللحظه. تمام، هو عمل كده ريفرش داتا لنفس اللحظه. الفرق بقى ان انت ممكن تعمل في السورس دي ان انت ممكن لو دوست على كلمه ايديت دي في هنا ريفرشنس اللي هي كل 4 15 وافري اور واربع ساعات 12 ساعه وهكذا. تقدر كمان ان انت لما تيجي تشتغل عليه تقدر تعمله، ودي حاجه حلوه جدا يا جماعه في الموضوع ده. بصوا شايفين كلمه دي، بصوا كده الحركه دي، الموضوع ده حلو قوي. انا بعمله ليه في جوجل شيت؟ جوجل شيت انا ببقى رابطه بكذا حاجه، وليكن مثلا يا باشمهندس انا مثلا بعمل سيرفي عن عملاء، سيرفي عن عملاء، وبرفعه بعمل السيرفي ده على جوجل فورم. حد اشتغل على جوجل فورم قبل كده؟ انا اوريكم حاجه كده في جوجل فورم، ان انا بعمل بشتغل على جوجل فورم، بيبتدي يرفع لي من جوجل فورم ده، بيبتدي يرفعها لي على جوجل شيت، ومن جوجل شيت دي ببتدي اعمل لوكر اللي هو الداشبورد اللي انا بعمله. حلاوه الموضوع ده بقى
ان لو السيرفي ده قائم شغال مثلا على مدار مثلا شهر، تمام؟ فطبعا الداتا بتزيد كل شويه، صح؟ فطبعا الريفرش هنا بيجي لي كل ربع ساعه، صح؟ هنا بقى في حته حلوه جدا اسمها سكيدجول ديليفري. انت تقدر تبعت الداشبورد دي لنفسك او لاي ميل تاني بالداشبورد. ركزوا بقى في الحته دي، هاجي هنا كده سكيدجول. الاوبشن ده موجود في الباور بي اي بس بفلوس، الحته دي ببلاش في لوكر. بصوا هنا كده، ما اعرفش انتوا مش هتشوفوا كده ولا لا، يقول لي ده الشكل اللي انت عايز تعمل ايميل ديليفري لنفسك او لاي حد. انا بقول انا محمد تحسين، ممكن مثلا تكستمايز الايميل سبجكت، مثلا اقول له سيلز داشبورد، تمام؟ مثلا اكتب لي مثلا هنا سيلز داشبورد وليكن مثلا اي اي اس تي ام تي، المسج مثلا اسمها هاي، انت عايز تبعتها كل قد ايه وديلي ولا ويكلي ولا ايه بالظبط؟ فانا اقول له مثلا خليها مثلا ايه ديلي، اهو مثلا اقول له سند ناو للميل ده كده اهو سند ناو. قال لك ريبورت سنت، لما اجي ادوس هنا كده في الجيميل يلا يا عم الحاج. هو المفروض يعني انجز، انا عملت سند ناو، انا عملت سند ناو حالا، يعني اللي هو المفروض ان هو يكون جاي. هل في التراش مثلا، في السبام، في التراش؟ الاوبشن ده يا شباب حلو جدا في حته ان انت لو انت عايز الداشبورد دي تجيلك كل شويه، تمام؟ لو انت عايز الداشبورد دي، نعم توت. هو يا جماعه ليه الناس بتوه في حته الفيجواليز دي بالذات؟ بص انا دلوقتي، لا في، لا ده بتبقى حاجه حلوه جدا. يعني مثلا عايز اعرف ليه، اللي هو مثلا انا عايز اعرف الداشبورد. بص اسهل حاجه تعرف تلقط بيها انسايتس معينه او مثلا بيع معين عن طريق الداشبورد. الداشبورد بتبقى حلوه جدا في حته ان انت بتبين لك الداتا بسرعه قوي وفيجوال وموضوع حلو جدا، فاهم قصدي؟ فبس الفكره بس ان هي تيجي بس كده، بيبقى الداشبورد بيبقى احسن واسرع وشكلها بيبقى افضل بكتير قوي. بس انا بس انا هعملها تاني كده واعمل هنا ده ريسبشنست اللي هي دي كده، اقول له مثلا تو مثلا محمد تحسين اهو مثلا دي كده، اقول له مثلا سند ناو. هو المفروض ان هو انا ريبورت سندنج ريبورت اهو، هو المفروض دلوقتي بعد كده يقول لي ريبورت سنت، فالمفروض ان هي دلوقتي هتكون جايه لي بس ما جاتليش لي. هو ده اللي هنشوفها دلوقتي. المهم يا شباب، انتوا عاملين ايه دلوقتي بقى في حته اللوكر دي، ولا الموضوع بينيم ولا ايه؟ يا شباب بينيم صح؟ صح؟ انا عارف، انا متاكد عارفين ايه؟ انا اسمعوني، ما دام انتوا مش شغالين بتناموا، انا متاكد. الانبهار راح. لا بس يعني انا بقول بس اول ما تشتغل عليها. بالظبط. بصوا لوكر على حاجه، لوكر كويس جدا، موضوع كبير انا عارف، موضوع كبير. قول لي يا باشمهندس لو عايز حاجه. لا لو عايز حاجه قول لي. بصوا يا شباب، اللي انا بس عايز اوصله لكم ان لوكر كويس كل حاجه. هي اي محاضره، انا صدقني انا بقع في الموضوع ده على طول، اي محاضره فيها ان انا بشتغل لوحدي بلاقي الناس اللي معايا بتنام. ده انا الحمد لله انا شايفكم، ده في ناس ببقى شغال اونلاين الو يا دعاء، يعني يا دعاء يا دعاء، قالت لا والله نمت والله. اتفضلوا. لا لا جديده. بص يا باشمهندس، يبقى خلاص بقى نخش في باور بي اي بقى، يبقى خلاص خلاص نخش بقى في باور بي اي. يلا انا معاك. على فكره انا يعتبر بنسبه كبيره انا كده خلصت، مش بهزر. بس انا حابب، بس انا بس عايز اوصل لكم بس حاجه، ان فعلا فعلا لوكر ده انا بستخدمه انا في شغلي، انا كمحمد انا بستخدمه في شغلي. هقول لك انا يا باشمهندس، في حاجات انا بستخدمها في شغلي بشتغلها، لما بكون مثلا بجمع مثلا داتا، نفترض مثلا بجمع داتا عملاء. انا هقول لكم بس على فكره كده، ثواني بس اقفل بس ال دي كده.
انت دلوقتي لو انت مثلا مطلوب منك في شغلك، ودي حاجه حتميه هتظهر لك في اي حاجه في الشغل ممكن تفيدك. لا مثلا انت بتجمع مثلا حاجه من مشروع معين، او مثلا بتجمع مثلا حاجه من طلبيات معينه، او من عملاء، او من اي حد إن كان. ممكن تعمل ايه بقى؟ في فورم زي ده اسمها جوجل فورم. جوجل فورم دي ببلاش يا باشمهندس، يعني دي مش بفلوس. ممكن تقول له مثلا ايه هنا، تقول له مثلا انا وليكن انا عايز مثلا دي اسمها مثلا ايه، اسمها فورم مثلا، او كاستمر فورم. كاستمر فورم تمام. هنا مثلا اسم العميل، اسم العميل ده مثلا بتروح قايل له مثلا ايه، انا عايز ريسبونس فاليديشن، ان انت مثلا تقول له ايه، انا عايز اخليها بدل، فاكرين كلمه لينس، لينس اللي كانت في داتا فاليديشن، ركزوا بقى في الحته دي. لما ندوس على كلمه لينس دي كده بيقول لك الماكسيمم كاركتر والمينيمم كاركتر. تقول له انا عايز مثلا اعلى مثلا رقم مثلا وليكن 25 حرف او 23 حرف، ده ما يعديهوش، يعني ما يكتبليش مثلا اسم مثلا عبد الرحيم عبد ربه عبد الغفور، الارقام الكبيره قوي دي لا، انا عايز حاجات بتبقى صغيره دي كده، وليكن مثلا الماكسيمم او المينيمم مثلا. نقفل دي كده. فينا مثلا نقول له حط لي الايميل، هنا مثلا حط لي الادرس، نشيل الادرس دي كده نعمل لها ريموف ديليت قصدي، الفون نمبر، الكومنت، وهكذا تمام. نفترض يا باشمهندس ان احنا نعملها هنا كده ونخليها، فاوريكم بس حاجه كده كويسه قوي. تمام، دي كده الاستماره اللي احنا عملناها. لو احنا خدناها دي كده وعملنا مثلا وليكن الاسم مثلا يبقى محمد مثلا تحتين، الايميل مثلا يبقى اي حاجه ولازم يقراها لك على جاي جيميل تمام، الفون نمبر ايا كان الرقم، الكومنت مثلا هاي، انا بعرفكم بس الفورم دي بتعمل ازاي، ودوس سبميت. قال لي ان السبميت بتاعتك اترفعت كل حاجه. هنيجي هنا كده، شايف كده هنا يا باشمهندس حاجه اسمها ايه؟ ريسبونس عملت واحد، عملت واحد اللي احنا اللي انا لسه اللي انا عامل ده. هنا كده تروح عامل لينك للشيت وتروح عامل كرييت. بص بقى ركزوا في اللقطه دي، لما عملت كرييت هو جاب لي الداتا اللي انا كتبتها يا باشمهندس، محمد تحسين الجيميل الكلام ده. طب دي بس دي على فكره كويسه جدا، على فكره الحركه دي، الحركه دي بقى بتستفيد منها في ايه بقى؟ فيجواليزيشن. بص بقى، اروح رابط اللينك ده بلوكر، فاهمين قصدي؟ خلينا واقفين هنا زمان تمام. الفكره بقى في دي يا باشمهندس انا بعملها في ايه؟ نفترض مثلا، نفترض ان انت انا مثلا وليكن انا بتعامل مع فروع، فروع مثلا كتير بال 200 فرع. تعالى كده نفكر كده في الموضوع، انت دلوقتي بتتعامل مع 200 فرع، 200 فرع، وجي مثلا مديرك مثلا او جي ايا إن كان انت بتلم داتا، ما انت من ضمن البارت بتاعتك يا جماعه ان انت بتلم داتا كليك انت، بحيث ان انت لو اتزنقت في اي حاجه تعرف تجيبها. ولكن فرع مثلا انت بتحتاج منه اسم الفرع، رقمه، اللوكيشن بتاعه، العنوان، لو في رقم موبايل عشان لما حد يتواصل بيه، وهكذا. في الشكل القديم اللي احنا كنا بنشتغل بيه كنا احنا بنبعت الميل، صح كده، الميل لل 200 فرع. طب وال 200 فرع يردوا علينا ب 200 ميل، فاهمين قصدي ايه؟ وكمان بقى سيبك بقى من ده كله، ده انت ممكن تعمل حاجات غريبه بقى، اللي هو ايه مثلا؟ تلاقي الفرع باعت لك تمبلت غير التمبلت اللي انت باعتها اساسا، يعني انت باعت له مثلا تمبلت اكسل، تقول له انا عايز ايه؟ انا عايز الاسم ورقم التليفون والعنوان وما اعرفش ايه والتفاصيل الكتير دي. فيروح هو اساسا باعت لك تمبلت غير التمبلت، او باعت لك مثلا اشكال، او باعت لك مثلا ارقام التليفونات غلط، او باعت لك مثلا العنوان مش صح. فانت بجوجل فورم دي تقدر ان انت تقفل له اللقطه دي، فاهمين قصدي ايه؟ تقفل عليه الجزء ده. فبيملى الداتا زي اللي انتم شايفينها دي كده يا شباب تمام، وتروح عامل عليها على لوكر اللي هو مثلا ايه ده جزء يا باشمهندس. طب تعالى بقى موريك انا حاجه نعملها. اسمعوني، انا ما بحبش الاكسل في لوكر، انا بحب الاكسل ده طبعا، ده الاكسل ده انا والله عايز اعمل له رسمه هنا والله، ده الاكسل ده حياتي انا بعشق الاكسل، بس ما بحبش الاكسل كونكتور اللي انا اربطه على لوكر، رخم. لكن لما اعمله على جوجل شيت، جوجل شيت جميله. بصي معلش خليكم معايا بس، اخر جوجل شيت كده اول ما تعمل بص حاجات غريبه وبتطلع لي حاجات اغرب. بص الشباب اهي، ده بيبقى الشكل ده كده، كل الحاجات اللي بتبقى موجوده في الشكل بتاع الحاجات اللي انتوا اللي عندكم بس كده. بصوا شباب اسمعوني بقى كده كويس،
احنا كده يعتبر احنا خلصنا حاجات في اللوكر. انا بس حبيت ان انا اوريكم شكل من اشكال اللوكر، وانت هتقدر تعمل شير ازاي وكل حاجه. انا على فكره انا كده يعتبر خلصت اللوكر. فاللي عنده اي اسئله، اللي عنده اي حاجه، دي المحاضره الاخيره اللي تقدروا تسالوا فيها، عشان بعد كده المحاضره اللي جايه، مش بهزر، المحاضره اللي جايه هتكون محاضره، هتكون عن باور بي اي، هتكون تمام. انت بتريح ممكن مثلا ناخد بريك مثلا 5 دقايق ولا 10 دقايق وبعد كده نرجع تاني لو انت عايز. يمسى الطافي ايه اللي اجاز ايه اللي اجازه يعني كوزان طيب. لا لا عادي يعني ماشيين عادي، احنا ماشيين عادي زي ما احنا. تعتمر نعم جوجل فورم ست السلام عليكم. ليه؟ مع بعض؟ إذا حتة هو حتة واتصلوا بعض هنا ونيجي. لا عجبتني أوي جملة إيه؟ قال له أنت بتحبها؟ قال له بس من طرف تالت. قال له يعني إيه؟ قال له يعني هي بتجيب اللي بتحبه وأنا بقعد معاهم. بصوا شباب. شباب معلش بس كده. نعمل كده. بص كده عشان بس ايه نعمل كده حاجه كده بسيطه وخلاص على كده. احنا كده تمام اونلاين لو انتوا معايا احنا كده مع بعض كده اهو. بصوا احنا بس هنعمل حاجه. بصوا فايده الجوجل فورم او فايده الفورم اللي احنا هنعملها دي، لان انت بيتحط عليك اوقات ان انت بتكون مضطر ان انت تجمع داتا من كذا سورس او من كذا حد، وبتبقى عايز تقفل السورس ده، تعمل له قصدي كونسترين اللي انت تقفله عليه ان هو ما يكتبش اي حاجه خارج اللي انت عايزها. فاحنا هنعمل كده حاجه كده ان شاء الله كويسه. فورمز كده نفتح فورم، نكتب جوجل فورم، هيظهر لك هنا جوجل فورم اهي هنا كده، وبعد كده نعمل جو تو فورم تمام. ونعمل هنا مثلا نختار مثلا دي القوالب الجاهزه، دي زي تمبلت جاهزه، ندوس هنا كونتاكت انفورميشن. خلاص كونتاكت انفورميشن هو بس بيحمل اهو كده. اللي احنا مثلا عايزين نعمل دي اسمها تبقى ايه مثلا، نقول له مثلا دي مثلا دي احنا هنا اس تي ام تي تريني. اقول لك اقول لك اقول لك معلش ليه بقت كده، اقول لكم على حاجه كده معلش انا معرفش ليه بقى بقت كده بجد. والله العظيم افكار. بصوا احنا ممكن نعمل حته الحضور والاتندنس دي نعملها هنا، ايه رايكم؟ حلوه دي فكره. طرش اي اس تي ام تي اي اس تي اي اس تي ام تي اتندنس اتندنس اي تمام اي اي اس تي. حاضر حاضر. تخيل لما تحط مثلا اي اس تي ام تي كده مثلا في السي في بين قوسين اكاديميه بحريه ما تكترش. بص ممكن نعمل مثلا ايه نيم ده الاسم طبعا، الايميل نحط طبعا الايميل بتاعنا، الادرس طبعا مش عايزين عنوان، ممكن نحط مثلا ايه هنا الفون نمبر، نحط الفون نمبر طبعا نخليه ريكوايرد. ممكن نقول له بقى ايه كمان بقى. بص ممكن نعمل حاجه حلوه قوي، نقول له مثلا كورس ويختار الكورس. ايوه بالظبط الموضوع ده هيعجبكم يا جماعه، الموضوع ده فعلا هيعجبكم. خلاص ممكن مثلا نقول له بدل باراجراف نختار هنا حاجه اسمها دروب داون منيو بالظبط كده. نروح قايل له مثلا هنا ايه اكسل، وهنا لوكر، وهنا باور بي اي تمام. فهو طبعا هيختار واحده منهم، وبعد كده يعمل مثلا فيدباك تمام. وممكن مثلا نقول له مثلا ايه في ممكن الفيدباك دي نخليها مش عارف، ممكن نعمل الفيدباك دي ما نخليهاش ريكوايرد، نخليها مثلا تبقى يعني اوبشنال اللي انت تفتحها او ما تفتحهاش.
فيدباك. ممكن نعمل هنا ايه كمان؟ ايه تاني يا جماعه في الاتندنس ممكن يتحط؟ سيشن نمبر، سيشن نمبر، ونعمل هنا مثلا تبقى دروب داون صح، ونعمل هنا في دروب داون ايه تبقى 1 2 3 4 5 6 7 بس كده، اخرنا السبعه ولا 8، في 8 9 وال10 الاخيره عشان تبقى كده تمام. ايه تاني؟ ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل افكار تاني مثلا؟ احنا ممكن ناخد الفيدباك دي نحطها تحت خالص اهي عشان تبقى بالظبط. هو الاونلاين، الاونلاين اهو يا باشمهندس، ما هو في اونلاين معانا اهو في البيت، في سكريبت. انا كنت عامل الموضوع ده، كنت عامله في الشغل عندي. الشغل عندي كان حريص جدا ان هو يقول لك ايه، انا عايز مدير المنطقه وهو في المكان المعين اول ما يدوس يربط اللوكيشن بتاعه. شفت في سكريبت، كان في سكريبت. حلو على فكره يا باشمهندس، الموضوع ده هيعجبك على فكره، الموضوع ده هيعجبك. في سكريبت طويل قوي انا ما بعرفش اكتبه طبعا. لا بس الصراحه لا، بس كان في سكريبت كده كنت انا عامله بس ما عملتش. بصوا شباب، شباب احنا بصوا المنظر ده، ده اسمه الاتندنس. ده مثلا هيبقى كورس مثلا وليكن دي كده زي تيست كورس تمام. ممكن انا نعمل بقى في السيتنج، نيجي بقى في السيتنج هنا، انتوا كده شايفين صح؟ ممكن كمان على فكره صعب يا باشمهندس، انا بستخدم كمان الفورم ده ككويز، عارفين الكويز يعني؟ كل ده متسجل والله، حسام حسين متسجل كده؟ ايوه والله كنت لسه هقول الجمله دي. بصوا ال اسمه ايه؟ في هنا كويز يا باشمهندس، الكويز اللي انا بقول لك ايه؟ مثلا عامل لك كذا امتحان، يعني مثلا امتحان اهو مثلا كنت انا عامل هنا حاجه اسمها اكسل، نعمل هنا كده اهو فورمز. كنت انا عامل اكسل اول ما ابتديت خالص يا باشمهندس، قلت ايه، انا عايز اللي يبتدي معايا يعدي الاختبار ده تمام. فكنت عامل هنا حاجه اسمها اكسل، اكسل اكسل، فين اكسل؟ اكسل كويز. بص اهو، ونعمل هنا كده فيو، ده اكسل كويز اهو. بص اهو كده، يوزر اي دي، رقم التليفون في جمعيه رساله، كنت عامله في جمعيه رساله فعلا، وهنا الاسم بالكامل، وبعد كده اسمك، بص اسمك بالانجليزي كامل تمام، وبعد كده ندوس على نيكست، رقم التليفون المسجل في جمعيه رساله. لا ده لازم اكتبها، يعني لازم اكتب عشان يموف. فدي كنت انا عاملها بحيث بعد كده خالص يروح نقلك على الصفحه الثانيه، الصفحه الثانيه اللي هي فيها الكويز يا باشمهندس، اللي انت مثلا تختار مثلا، ودي كمان كانت اختيارات، كانت تشيك مارك تقدر تختار منها. دي كانت حلوه قوي على فكره يا باشمهندس الموضوع ده، فبدل ما كنت تعمل كويز ل 100,000 واحد وهو بقى يخلص وهو يجمع لك الاكسل لوحده تمام. فدي هنا دي هتبقى كويسه قوي، نمسح دي كده. اي احنا لسه في الكونتاكت انفورميشن، ممكن نخليها ككويز بقى، نحط مثلا ايه على كل سؤال 10 درجات 15 درجه وهكذا. الريسبونس انت عايز زي امتحان اونلاين، ما بتيجي من جوجل فورم على فكره، وفي مايكروسوفت فورم. ممكن نقول له مثلا كولكت ايميل داتا، ايميل ادرس، بحيث انت عارف ده يا باشمهندس، لو انا دوست على فيريفايد دي لازم اللي يدخل يبقى معاه جيميل، لازم اللي يدخل يبقى معاه جيميل، لكن نوت كولكت دونت كولكت دي عادي. كوشن ايه؟ سكريبت، سكريبت كبير قوي يا باشمهندس، مش كويشن، انت بتخش تقول انا عايز اعمل لوكيتد للي بيدوس السندر، اول ما يدوس يروح داس على لينك كده معين، هوب يروح لقط اللوكيشن بتاعه هنا. بس ما اقدرش افيدك بيها، يعني ده اللينك، ده سكريبت على النت. بصوا هنا بقى في حاجه اسمها ليميت تو ريسبونس، يعني ممكن يقدم مره واحده بس. سكريبت اللي هو كود، يعني كود جافا سكريبت. طب ممكن هنشوف. بصوا يا شباب، فهنا بقى نيجي نعمل ايه لقطه هنا حلوه قوي. هنا بصوا في حاجه اسمها اللو ريسبونس ايديتنج، اللي انت ممكن تعدل في الريسبونس اللي انت عملته، تعمل ايديت تاني. في حاجه اسمها ليميت تو وان ريسبونس، ان انت لو عايز تخليه ريسبونس يعني زي الامتحانات كده، يخش امتحان ما يخرجش يعني مره واحده. وفي برزنتيشن اللي انت، في حاجه اسمها شو بروجريس بار، من انتوا نازلين يبقى في حاجه اسمها تول بار كده بيقعد ينزل ويطلع معاك. وفي حاجه اسمها شافل، اللي انت تغير الاسامي. لا مش عايز شافل ولا حاجه،
وفي submit link to submit another response. دي برضو مش قوي لان انا دي قافلها. في هنا تمام اكمل تمام. معلش شباب على فكره الموضوع ده انا هوريها لكم دلوقتي ونعملها موضوع حاجه دي كده. اتفضل دونت كولكت دونت كولكت. احنا بس كنا عايزين نشوف هنا كان في رساله هنا كده كانت حلوه جدا اسمها بصوا هنا اسمها حاجه اسمها confirmation message اللي هو بعد ما يجي لك بعد ما تدوس سبمت يقول لك انت شكرا لاستخدامك ما اعرفش ايه او شكرا اللي انت دخلت معانا وهكذا. طب احنا بس عايزين بقى نجرب بقى بايدينا دلوقتي عايزين نعمل اتندنس وتعملوا فيدباك للمحاضره الكويسه دي وتبان كمان عشان نبعتها عشان نبعتها للاكاديميه اوكي ونخلي بقى الفيدباك يا باشمهندس ريكواير. انا اخلي الفيدباك ريكواير انا عايز شتيمه بقى يا جماعه هنعمل كده عشان نعملها. بصوا شايفين علامه الاي دي بصوا شايفين كلمه يعني ايه لا لا يبقى فيدباك لا فيدباك دي كده ممكن نعمل ريتنج وفي كومنت بقى ما في كومنتات يعني مثلا ده الريت مثلا ده الريت حاضر انا هقول دي ريت ودي فيدباك فيدباك ده الريت كده اتعمل اتقفل ودي ممكن دي ونخلي الريت ده مثلا يا باشمهندس نخليها مثلا من نعم لينير لا سكيل لا اهو ضرب ده تبقى 1 2 3 4 5 علما بان 5 هو هو جيد جدا وما اعرفش ايه و4 اعلى تقدير وهكذا. بصوا بقى عشان نعمل دي طب احنا بقى خلاص بقى عايزين نبتدي بقى نبعته ليكم كده عشان ونبعته الاونلاين الناس اللي معانا عشان كله يعمل ريت. هنيجي نعمل كده هنا نعمل على بريفيو ندوس هنا كيك يمين وابعته لكم بس طبعا مش عارف لكم اي تفصيله ابعتها لكم بيها. نروح عاملين هنا كيو ار على فكره اتفرجوا على الفيديوهات دي والله العظيم الحاجات دي بفلوس يا باشمهندس. نيجي هنا عند كيو ار في حاجه اسمها كيو ار جنريتور نربطها كده بالايميل بتاعنا كده ربطته اعمل كرييت كيو ار عجبني قوي كيو ار بص كيو ار اهو اختار دي اختار الويب سايت نيكست واحط الكود بتاعنا وبعد كده اعمله نيكست. ثواني بس نمسح الكيو ار القديم ونحط الجديد بس داونلود ثانيه لحظه ايه تاني؟ يلا بينا اهو يلا بينا نعم استنى فيلو لسه في تفصيله ثانيه استنى يا فيلو استنى يا حضرتي انا بحب بص ممكن نعمل ريت مثلا ممكن ريت تو انستراكتور ونعمل هنا كده اد اهي ريت تو هي تو روم تو روم ايوه انا عاملها مش بنت جيميل عاملها مش عاملها جيميل بس كده اهي. بص شباب بعد كده احنا خلاص انا ضفتها خلاص كده في بتاعنا ثواني بقى كده احنا ممكن نعمل بقى لقطه حلوه قوي يا فيلو عشان لا عشان الموضوع يبقى احسن بكتير استنى شباب معلش انا اسف انا بس محتاج بس منكم حاجه لو سمحتوا تساعدوني فيها محتاج مساعده يا شباب لو سمحتوا كله عمل سكان بعزكم يا صمر بعزك سكان انا ضاغط شويه معلش يا صمر بس معلش خلاص كده كله عمل سكان ماشي هنيجي نعمل هنا كده انا مستني بقى الريسبونس بتاعكم عملته ولا لسه يلا بينا اهو
لا ما نكتبش عشان هتظهر. بصوا شباب، اول واحد هيعمل سكان هيظهر هنا، اول واحد هيعمل ريسبونس هيظهر هنا. مش بهزر، اول واحد هيعمل ريسبونس هيظهر هنا. يلا ليه مكافاه. يلا ها مين؟ انا مش بهزر، هي في واحد هيظهر لي هنا دلوقتي. الاونلاين لو حابين تشاركوا اتفضلوا طبعا، يعني تحت امركم طبعا. انا مستني. يلا مين اللي جاي؟ حد بس حاول تكتبوا اساميكم لو سمحتوا، محدش يكتب لي مثلا ايه اهو اول واحد ظهر اهو، فيلوباتير كوموس مكاريوس. الشحاته ايه يا عم؟ في ايه؟ لا لا والله يا جدع. يحيى، ايه ده يحيى انت معانا يحيى؟ في واحد تاني اهو، كان في واحد تاني. ماشي كويس، بتعرف اسميك؟ قولوا لي بقى انت اساميكم ايه بقى دلوقتي. هدى اهي، هدى ظهرت اهي. ايه ده؟ سيف الدين اهو. مين اللي جاي تاني؟ يا باشمهندس صامول. كويس. مش لاحق افكر. عمر اسماء عصماء، معلش انا اسف، انا متاسف. طب دي بتفرقيها ازاي؟ اكيد كله بيقول لك اسماء. هو اسمه اوكي عمريلو. سلمى. طب عايز اعرف اساميكم يعني، لو اتمنى عشان تشوفوا الاسامي لما تيجوا ننزل. هتبتدي ياسين. كويس اهو. مش لاحظين الموضوع ده يبقى احسن بكتير قوي بدل ما نعمل الاتندنس بيننا ولا ايه؟ جربي تاني، اعملي تاني. حلوه دي يا يحيى ولا ايه؟ بجد والله حلوه دي. ما اعرفش اسمك، ما لازم، ما دخلتش معاكم. طب قول لي اسمك ايه؟ سباعي. ماشي جهاد. كويس اهي، كويس. في حد عمل لوكر، في حد عمل باور بي اي، في حد عمل اكسل. كويس قوي عمر نصر. في ايه؟ عبد الرحمن باشمهندس، ده انا عرفتك جبتك. مع السلامه. اتفضل محمد رضوان. ماشي بس في حد جاي تاني ولا؟ محمد. بس بصوا يا جماعه، دي تخيلوا في الفورم دي، انت بتبعت لينك واحد، بتبعت ليه كلوفات. فاهم قصدي يا باشمهندس؟ حلو الفورم ده على فكره، والله مش بهزر. شتات؟ لا شتات، في فايل ابلود. فايل ابلود شتات. بس طبعا بقى ده ايوه، تعمل بيرشيز اوردر وتقول له ابعت لي صوره، فيبعت لك بي دي اف. محمد هاني توفيق، صح؟ انا عرفت، شوف بالايميل. كويس. في حد تاني؟ مش عارف. طب خلاص ماشي. بصوا كده يا جماعه، بصوا احنا كام دلوقتي؟ احنا حوالي دلوقتي 14 واحد. احنا دلوقتي، لا احنا دلوقتي 12 من 2 ل 14 حاجه زي كده. اهو دي الاسامي بتاعتنا بالايميلات اهي بكل حاجه. مش ملاحقه سانكس، الكورس محتاج يتاخد في لاب ايه؟ في لاب ايه؟ على الاجهزه. اسبير وونتد كورسز وي نيد. بي سي شود ميك سيشنز ان كمبيوترز لاب. مش لاحق افكر. الارض وحشه، الاوضه وحشه في ايه؟ الاوضه وحشه، متهيألي الاوضه وحشه. لو ده عشان البروجيكتور مش واضح. بروجيكتور على فكره مش واضح، انا كده عامل زوم، لما باجي ارجع لورا كده مش هتشوف حاجه. اكسبت كويس على فكره، مش هيبقى يعني، بس لو البروجيكتور ده اتظبط هيبقى طلقه. والله ده اللي انا قلته، انا بقول له انا مش عارف ليه انا مزنوق هنا كده، ليه مزنوق في الحيطه كده؟ والله العظيم ليه مزنوق في الحيطه كده؟ نعم.
انت عارف انا كنت في الروم اللي قبل دي قبل ما انت تيجي كان في روم هنا 401. ركز البروجيكتور فين؟ البروجيكتور هنا. انا فين؟ انا هنا. يعني انتوا كلكم هناك وانا هنا. طيب فاهم الفكره؟ لا 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 والسلك قصير يعني السلك اخد حد هنا فانتوا كلكم باصين على حاجه وانا مش شايفها. السلام عليكم ولا ايه؟ هي برضه عملت لي ايه ده؟ نجلاء؟ تمام كده يا شباب؟ انا كده مبسوط، انا كده تمام، كانت كويسه الفورم دي كويسه. بصوا ان شاء الله، معلش معلش الفورم دي واحنا عملنا لينك ازاي؟ صح، احنا نسينا نشوف اوريكم عملت اللينك ازاي. بص عشان بس تبقى انتوا شايفينها، احنا هنا في الكويستشنز دي اللي احنا بنكتب فيها. تمام، اللينك هتيجي هنا في الريسبونس، في حاجه اسمها اللينك، اسمها لينك بقى. لما تدوس على لينك دوس يس على طول، فيو ان شيت، هيبتدي يفتح لك الشيت بتاعك، يفتح لك حاجه بتاعك. ايوه في حاجه اسمها هنا كده، ايوه ايوه في حاجه اسمها هنا كده لوكال ستوديو اكستنشن. بص يا شباب، بص يا شباب، شباب بص الحته دي كده، كنت سايبين كده على حاجه اسمها، بصي شايفه الشيت اكسل ده كده، قصدي شايفه الشيت ده كده، لما تيجي هنا كده في اكستنشن في حاجه اسمها لوكال ستوديو، ان انت تعمل له كرييت من الشيت ده كده على لوكال ستوديو على طول، مش لازم تعمله حتى امبورت، هو بياخد الشيت ده ويروح يعمل عليه على لوكال ستوديو. وصل كده يا شباب؟ وبيتحدث طبعا، ايه يا جدع؟ عيب والله، عيب بجد والله. وصل كده يا شباب؟ انا كده تمام ان شاء الله. المحاضره الجايه هتكون باور بي اي، يوم السبت القادم باذن الله. الباور بي اي، الباور بي اي عايزين تنزلوا الباور بي اي، هتيجوا هنا كده. اتفضل. طبعا حضرت قبل كده؟ ايوه، ما هو طب انت قول لي، انت الداكس اللي انت حاطه في دماغك حاطط ايه؟ طب ممكن سؤال، معلش انا اسف، انت الداكس ده معمول ليه؟ معمول ان هو لو ما غطاش البيزك بتاعه البرنامج، يعني برنامج خلاص احنا وقفنا قدام البرنامج مفيش حاجه نقدر نعملها فنروح للداكس، صح ولا غلط؟ صح صح، المفروض ده صح. يعني انت دلوقتي البرنامج موفر لك فيجوالز، موفر لك في حاجه اسمها كويك ميجر. كويك، اتفضل. انا فاهم، اتفضل هات يا كده. واحده واحده، هم دول كلهم مشتريين ورا بعض. بص هو عامل سيلكت كول، وعامل نيت وباور ماكس. لا بص انا عايز اوصل لحاجه هنا دولت. اولا الفكره دي انا عايز اقول لكم على حاجه، معادلات داكس اللي بتتعمل في الباور بي اي، معادلات هي عامله زي الاكسل كده، موديل زي الاكسل كده. تمام يا شباب، الفكره في الداكس ده ايه يا سيف؟ انت دلوقتي مش هقدر ان انا اوريك تكتب معادله بالمنظر ده في كورس، استحاله. ايوه ايوه طبعا. بص اقول لك على حاجه. ايوه بص، انا هشرح لك في الداكس البيجنر والانترميديت والادفانس. خلاص كده البيجنر ده، اتفضل البيجنر ده مثلا هو سام اكس والسام والحاجات دي كده، الانترميديت اللي هي المعادلات زي كالكوليت وفلتر والحاجات دي، الادفانس اللي هي الحاجات دي. هتلاقي كلمه فار في الاول، فار دي اللي هي فاريبل، اللي انت بتسجل كل حاجه في فاريبل وبعد كده تعمل لها معادلات زي البايثون الفاريبل دي كده. بس برضو انا مش هقدر ان انا ادخل الداكس ده كله في الباور بي اي. باور بي اي في حاجات كتيره جدا، ما هي واحدة واحدة دي. بصي واحدة واحدة، أنا لو سبت السيشن خمس دقايق أنا 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 هلاقي الدنيا صدعت. ما هو مش هتلحق تكليكي فعلا، ليه؟ ما هو أنا معلش، أنا دلوقتي أنا سبت، إحنا قعدنا في 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 إكزامبل واحد نص ساعة، فالموضوع هيطول ولا يا باشمهندس؟ جد؟ انا محضرها. حاضر، بس انا عايز بس اوصل لك حاجه، معلش يا يا سيف. بص الداكس اللي انت بوريتهولي ده، انت تعمل معادله الداكس بالمنظر ده، دي اولا هتاخد وقت كبير جدا، وثانيا ده مش هيبقى كور الباور بي اي. الباور بي اي داكس وكل حاجه، اعرفك الداكس تطلع منين، تطلع على هيئه ايه، يعني تيبل ولا ميجر ولا ماشي ايه،
واوريك حاجه اسمها رو كونتكست، رو كونتكست وفلتر كونتكست، ده التفاصيل بتاعت الداكس. لكن انا اعمل لك معادله بالمنظر ده لا هتاخد وقت، وتلاقي اللي هو عملها لك ده خد منه وقت كبير قوي. طب انت بتتكلم في ايه؟ طيب ايوه انا هوريك. ممكن اسالك سؤال؟ هو الكود اللي هو كاتبه ده عشان ايه؟ هو كان بداكس هو بالظبط. ما ايوه ما في باي بي اي في البايثون دي، وفي ار كمان انت تدخل فيجوال ار، وفي باي بي اي اللي هو باي دي دوت باي دي. ايوه بس احنا انا اقول لك بصراحه، بص انا بس عايز اوصل لك حاجه. الداكس ده هتبقى فعلا اقل من محاضره كمان، محاضره او اقل من محاضره كمان. ليه؟ ما هو المحاضره بتعمل ايه؟ انا هشرح لك البيزك، هشرح لك الانترميديت المعادلات، وازاي تدخل معادله مع معادله، والادفانس. ما هو المنظر انت قلته لي ده منظر سينيور، واحد خد كورسات كتير او واحد بيتدرب عليها كتير. لكن في الكورس انا بوريك بتشتغل على الفيجوال ازاي، بوريك الانتراكتيفيتي بقى زي الدريل داون والدريل ثرو والحاجات الجميله دي، وكمان في الداكس هوريك ازاي تستخدم الداكس في الحاجات المعينه اللي لو انت ما عرفتش توصل لاي حاجه. وصل كده؟ بس شكرا جدا، شكرا جدا لكم يا شباب، شكرا جدا للاستاذ عبده يا باشمهندس. وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم يوم السبت على خير باذن الله. انت خدت باور بي اي قبل كده؟ يعني خدت كورس باور بي اي؟ طب ايه ما كانش لطيف ليه؟ ما استفدتش؟ ما استفدتش ولا ما طبقتش؟ ايه مثلا؟ ممكن تشرح لي كده؟ في كم كورس؟ في كم مستشفى؟ ايه؟ والله العظيم بس كابتن احمد ياسين حاجه ثانيه في تغيير الفيجوال في تغيير الشغل، بس ليه؟ لا بابي عادي ممكن تعمله ديسك توب عادي. طب ليه؟ ما هو في مايكروسوفت ستور. ما انا مش عارف اخش عليه. مقفول كمان مايكروسوفت ستور؟ اه غير ان الشغل اللي عندنا بيت شغل بتاعنا كامله يعني على السورس، يعني في عندهم انا لو فيها انا انا اي حاجه حتى انا عليها ليه؟ ازاي اطلعها من داتا بيز البنك؟ ما هو لا برضه، ما في حاجه اسمها كريدنشال وفي حاجه اسمها اوثنتيكيشن. لا طبعا استحاله. ما هو مش في كل حاجه. لا برضه بس مقفوله يا سيف. سيف ما هو الحاجات دي مش بالسهوله دي يا سيف. مش بس عادي برضه هتعمل هو ده بس كده. اتفضل يا انس، اتفضل. انا متاسف، شكرا جدا ليك، شكرا جدا ليك، شكرا جدا ليكم يا شباب، شكرا جدا ليكم.